إذا سمحت دكتور خليفة، دكتورة فاطمة، نبدأ إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. في إطار سعي المركز المغربي للاقتصاد التشاركي لتقديم لقاءات علمية تهدف إلى إطلاع الباحثين والمهتمين والمتخصصين على مختلف التجارب الدولية في المالية الإسلامية، فإننا نستضيف اليوم يعني تجربة المالية الإسلامية في دولة موريتانيا، ونستضيف لذلك جملة من الباحثين والمتخصصين. نرحب بالسادة الأفاضل كما نرحب بجميع الحاضرين. سيتناول المحور الأول بحول الله تعالى موضوع الاندماج المالي في موريتانيا، وسيقدمه دكتور محمد خليفة سيدي، وهو حاصل على درجة الدكتوراه في تخصص الإدارة المالية والمصرفية الإسلامية، كذلك حاصل على شهادة الماستر في علوم الاقتصاد والإدارة المالية، حاصل أيضا على الماستر في تخصص المحاسبة والمراجعة، حاصل على شهادة الميتريز في الاقتصاد شعبة الإدارة والتسيير، وهو أيضا أستاذ في كلية العلوم القانونية والاقتصادية في جامعة نواكشوط، ومستشار لدى عدة هيئات ومؤسسات مالية واقتصادية، وباحث مشارك مهتم بموضوع الشمول المالي والتمويل الإسلامي. لكم الكلمة فضيلة الدكتور محمد خليفة السيدي لتقديم المحور الأول، في انتظار أن يلتحق بنا باقي المتدخلين إن شاء الله. مرحبا. شكرا، شكرا جزيلا أستاذ هشام. في البداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المايك مسموع؟ الصوت مسموع؟ أستاذ هشام. مسموع. في البداية أود أن أشكر الأستاذ هشام رئيس المركز المغربي للاقتصاد التشاركي على جهوده القيمة التي يبذل من أجل نشر العلم والعلوم خصوصاً المالية الإسلامية في المنطقة، فله منا جزيل الشكر. كما أشكر الأعضاء القائمين على هذا المركز، جزاهم الله عنا خير الجزاء، وأرحب بالضيوف الكرام المستمعين، وأتمنى أن يكون هذا الملتقى ملتقى نابعا بإذن الله. أستاذ هشام، أريد مشاركة الملف فقط. تفضل دكتور خليفة، لك الإمكانية. بسم الله الرحمن الرحيم. سيكون المحور الأول عن الاندماج المالي من خلال الصيرفة الإسلامية في موريتانيا. طبعا هذا موضوع شيق جدا ومهم جدا، لأنه يلعب دور كبير في محاربة الفقر والبطالة ويساعد على النمو الاقتصادي. طبعا سنتطرق ان شاء الله لتعريف الاندماج المالي في المحاور القادمه ان شاء الله، وتم تقسيم هذا العرض الى ثلاث محاور. المحور الاول ساقدم نبذه عامه عن النظام المالي والمصارف الاسلاميه في موريتانيا منذ نشاتها، والمحور الثاني سيتكلم عن الاندماج المالي ومحدداته في موريتانيا، والمحور الثالث خصصته للمصرفية الإسلامية كأداة للاندماج المالي. طبعا المحور الثاني والمحور الثالث سيتم تناولهما من خلال دراسات ميدانية
قمنا بها في الفترة السابقة. في البداية، المحور الأول نبذة عامة عن تطور النظام المالي والمصارف الإسلامية في موريتانيا. طبعا في هذا المحور سنتناول مراحل تطور النظام المالي الموريتاني بشكل سريع، لأنه ليس هو محور هذه الجلسة، لكن بالإمكان إن شاء الله عقد جلسات مستقبلية إن شاء الله نتناول فيها مراحل تطور النظام المالي الموريتاني بتفصيل إن شاء الله. طبعا النظام المالي الموريتاني مر على 4 مراحل خلال تطوره. في المرحلة الأولى كان النظام النقدي يتبع للاتحاد النقدي لدول غرب أفريقيا. تلك الفترة كانت العملة هي السيفة، كان يتعامل فرانك سيفة، العملة الإفريقية السائدة في ذلك الوقت، من عام 1938 إلى 1973. المرحلة الثانية كانت مرحلة الاستقلال المالي وقيام المؤسسات المالية، نشأة البنك المركزي ونشأة العملة النقدية، سك العملة النقدية الموريتانية الوطنية. هذه كانت الفترة من 1973 إلى 1985. من 1985 إلى 2002 مر الاقتصاد النظام المالي الموريتاني بمرحلة الإصلاح البنيوي الأول للنظام المصرفي الموريتاني. في هذه المرحلة تمت هناك خصخصة المصارف التي كانت تتبع للبنك المركزي، كانت مملوكة من طرف الحكومة. والمرحلة الثانية تم فيها إصلاح النظام الائتماني وإصلاح نظام صرف العملة المحلية وتعزيز الأمان داخل النظام المصرفي. وفي المرحلة الرابعة تم هناك إصلاح بنيوي للنظام المصرفي الموريتاني من عام 2002 إلى 2017. تم خلال هذه المرحلة إصدار قانون البنوك الأول تقريبا بشكله المطور عام 2007، سمي قانون 20/2007. طبعا هذا القانون له مميزات وله بعض العوائق التي وضعها أمام المصرفية الإسلامية، لأنه منع حظر على البنوك الإسلامية التعامل، والله على البنوك جميعا حظر عليهم التعامل في الأصول الثابتة. طبعا نعلم جميعا أن المالية الإسلامية تقوم على التعامل في الأصول الحقيقية وليس فقط الأموال. سنرجع إلى هذه النقطة في مرحلة متقدمة إن شاء الله من هذا العرض. طبعا الجزء الثاني من المحور الأول يتحدث عن مراحل تطور المصارف الإسلامية في موريتانيا. في سنة 1985 تم إنشاء أول بنك إسلامي في موريتانيا بالتعاون مع مجموعة البركة السعودية التي كان يرأسها الشيخ صالح كامل رحمة الله عليه. طبعا تم إنشاء هذا البنك وسمي بنك البركة الموريتاني الإسلامي، مصرف البركة الموريتاني الإسلامي. طبعا استمر في العمل في موريتانيا إلى عام 1996. تنازلت مجموعة البركة السعودية عن جزء من حصتها في رأس المال، وتم تغيير اسم البنك إلى بنك الوفاء باميس الذي لا زال يعمل حتى اليوم. دكتور نعم خليفة، أمكن تحريك العرض مع الحديث عن هذا؟ يعني لم يتحرك عنده، تحرك عندي أنا. لا لا يتحرك، لا يتحرك. الآن أنا في نرجو الضغط على F5 أو F5. أبسنك الآن. لا يتحرك، لا. لماذا؟ أنا مرجو اختيار يعني الصفحة من اليسار هنا اللي تظهر، اضغط عليها. على يسار العرض إن شاء الله. الآن؟ الآن جيد، نعم. طيب سأتركه هكذا، لا لا لأنه لو عملت تكبير للصفحة يبدو أنها لا تنتقل معكم. أوكي، تفضل دكتور. واصل إذن. أنتم الآن معي على الصفحة نفسها. أوكي، على مراحل تطور المصارف الإسلامية في موريتانيا. تفضل دكتور، تفضل. أوكي، أستمر. عام 2011 قلنا تنازلت مجموعة البركة السعودية عن حصتها في هذا المصرف ليصبح مملوك بشكل كامل من طرف رجال أعمال موريتانيين خواص، ويصبح اسمه بنك الوفاء باميس المعروف الآن، ولا زال يعمل بازدواجية بين المالية الإسلامية والمالية التقليدية. طبعا بين عام 2012 و2016
تم الترخيص لسبع مصارف إسلامية. كما قلنا، عام 2007 كان هناك قانون للبنوك فتح مجال الاستثمار في البنوك للأجانب، حيث تم دخول طبعا الشركة البنك الفرنسي سوسيتي جنرال، وتم كذلك دخول بنك قطر. عدة بنوك أجنبية دخلت بعد هذا الإصلاح في القانون المصري في عام 2007، وتم إنشاء هذه السبع البنوك بين 2012 إلى 2016، إلا أنه في 2014 تم سحب رخصة البنك الإسلامي الموريتاني موريس بنك، وتبقى طبعا ست بنوك عاملة الآن في المالية الإسلامية، في تعمل بشكل كامل بطريقة إسلامية في موريتانيا. ست بنوك كما هو واضح: بنك المعاملات الصحيحة، بنك الشعب الموريتاني، المصرف الإسلامي الموريتاني، مصرف موريتانيا الجديد، البنك الموريتاني للاستثمار، بنك التمويلات الإسلامية. طبعا في عام 2016 اقترحت السلطات الموريتانية تعديل على قانون البنوك 2007 2007 الموسوم ب 2007، ليتضمن مواد قانونية جديدة لضبط عمل المصارف الإسلامية، غير أن هذا المقترح لم يصادق عليه بشكل رسمي حتى الآن. يعني لا زال لا يوجد قانون بشكله المفترض لضبط عمل المصارف الإسلامية، ولا زال العمل جاري على هذا الموضوع طبعا، لأنه هناك ضرورة ملحة للمصرفية الإسلامية. هذه كانت أهم نقطتين في هذه المرحلة، يعني مراحل تطور المصارف الإسلامية والمالية الإسلامية في هذا المحور، ومراحل تطور النظام المالي الموريتاني. الآن سننتقل إلى محور الجلسة، اللي هو المحور الثاني، الاندماج المالي ومحدداته، والمحور الثالث الذي يتكلم عن المالية الإسلامية كأداة للاندماج المالي. في البداية، الاندماج المالي هو تقريبا يعني عرف أكثر من تعريف، لكن التعريف المتفق عليه أنه هو قدرة الناس على الوصول إلى الخدمات المالية. والبنك الدولي يعرف الاندماج المالي، ويطلق عليه أيضا الشمول المالي، بأنه نسبة السكان مستخدمي الخدمات المالية من إجمالي عدد السكان. طبعا هذا المفهوم يهدف إلى تعميم المنتجات والخدمات المالية والمصرفية بتكاليف معقولة لأكبر عدد من الناس، خصوصا شرائح الدخل المنخفض في المجتمع. طبعا إدماج الناس في النظام المالي يساعدهم على القدرة على الاستفادة من الخدمات المالية، مثل القروض التجارية والقروض السكنية والقروض الاستهلاكية. هذه طبعا تشكل يعني نقطة مهمة للحد من الفقر ومواجهة البطالة. لهذا السبب إن شاء الله من خلال الدراستين اللي قمنا بهم، سأطلعكم على أهم المحددات بالنسبة لموريتانيا من أجل الاستفادة من الاندماج المالي. طبعا المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي يستخدمون عدد الحسابات المصرفية في الدولة كمؤشر للشمول المالي أو الاندماج المالي. ونلاحظ من هذا التقرير الذي أعده البنك الدولي أن موريتانيا فقط الأفراد الذين حصلوا على حسابات مصرفية تشكل نسبتهم فقط 21% من الناس، من المجتمع، من الموريتانيين. طبعا هذا مقارنة بدول الساحل وبالعالم يعتبر نسبة ضئيلة. يجب محاولة معرفة أفضل الحلول لرفع هذه النسبة. البنك الدولي يحدد عدة عوامل مؤثرة في الاندماج المالي. مؤسسات دولية تتفق على أن العمر والتعليم ومستوى الدخل والموقع الجغرافي كلها من العوامل، والجنس هل هو ذكر أو أنثى، كلها تلعب دور في الاندماج المالي أو الشمول المالي، في قبول الناس للاندماج في المصارف في المصارف ككل، يعني في النظام المالي. طبعا البنك الدولي يحدد وصندوق النقد الدولي يحددان أو يتفقان أنه لكل دولة خصوصيتها، بمعنى أنه ربما العوامل التي تؤثر في موريتانيا ليست نفسها العوامل التي تؤثر في أي دولة أخرى.
لهذا السبب كان من الإلزام القيام بدراسة ميدانية لمعرفة العوامل المؤثرة في الاندماج المالي على مستوى موريتانيا، وهذا ما قمنا به أنا والأستاذة بصحبة الأستاذة الدكتورة البروفيسورة سلينا حاج قاسم، هذه العميدة السابقة للمعهد التمويل والمصرفية الإسلامية في الجامعة الإسلامية العالمية في ماليزيا. هي من العشرة المؤثرين في المالية الإسلامية، 10 النساء المؤثرين في المالية الإسلامية على مستوى العالم. الدراسة طبعا سأتناول من خلال هذه الدراسة العوامل المؤثرة في الاندماج المالي، وسأطلعكم على النتائج إن شاء الله في بداية هذا هو النموذج الإحصائي الذي استخدمناه في هذه الدراسة. استخدمنا كمتغيرات مستقلة لدراسة هل لها تأثير على امتلاك الأفراد لحساب مصرفي في مؤسسة مالية 10 متغيرات: العمر ومستوى التعليم ومستوى الدخل ونوع الجنس والحالة الاجتماعية والحالة الوظيفية والعامل الجغرافي والعامل الديني والتكاليف المالية والثقافة المالية. طبعا هذه المتغيرات أخذناها أو اخترناها بناء على دراسات سابقة، عشرات الدراسات السابقة، لأنها تعتبر عموما هي المتغيرات التي تؤثر في امتلاك الفرد لحساب مصرفي في مؤسسة مالية مصنفة، أي معترف بها لدى السلطات المالية. وطبعا كما أخبرتكم امتلاك الفرد لحساب مصرفي يعتبر مؤشر على الاندماج المالي، على مستوى الاندماج المالي. طبعا هذا النموذج الإحصائي اتبعنا في لتحليل هذا النموذج الإحصائي منهجية كمية عن طريق نشر استبيان على مستوى 3 مدن في موريتانيا من أكبر المدن في كثافة السكان، وحصلنا على تقريبا 600 أو 700 إجابة استبيان، كانت منهم 583 استبيان صالحة للتحليل. من ثم انتقلنا إلى التحليل عن طريق برنامج يسمى الانحدار اللوجستي لوجستيك ريجريشن لتحديد العوامل المؤثرة في الاندماج المالي. لن أطيل في هذه النقطة لأنه شيء إحصائي. كانت نتيجة الدراسة كالتالي: هناك في هذا التحليل، في هذا النموذج، يجب أن نثبت أن هذا النموذج صالح وقابل للدراسة، وذلك عن طريق هوسمر تيست، يسمى هوسمر تيست. هذا اختبار كانت نسبة عالية جدا 0.88 كما تشاهدون، وأيضا كوكس اند آر سكوير كانت النسبة 64، وهي تعتبر نسبة ممتازة جدا تعبر عن درجة الثقة في هذا النموذج الإحصائي. النتيجة كانت كالتالي: وجدنا أن مستوى التعليم على مستوى موريتانيا العوامل المؤثرة في الاندماج المالي كانت 6 عوامل: مستوى التعليم ومستوى الدخل والحالة الوظيفية والتوجه الديني، الناحية الدينية، والتكاليف المالية، والثقافة المالية كانت تؤثر في الاندماج، في قبول الناس للاندماج المالي، فتح حسابات في المصارف. وهذه طبعا نتيجة مهمة جدا لأنها يمكن الاستفادة منها على مستوى السلطات المالية في موريتانيا لأخذها بعين الاعتبار كما ورد في هذه التوصيات. طبعا سنرجع إن شاء الله للتوصيات بعد البحث الثاني الذي تناول دور المصرف، إمكانية أن تكون المصرفية أداة للاندماج المالي، المصرفية الإسلامية أداة للاندماج المالي. في الدراسة الثانية طبعا التي تشكل المحور الثالث، سأطلعكم أيضا على دراسة أخرى قمنا بها عن المصرفية الإسلامية كأداة للاندماج المالي، وهل هناك قبول لدى الناس بالانضمام للمصرفية الإسلامية؟ لأنه كما تعلمون إذا كان هناك قبول لدى الناس للانضمام في المصرفية الإسلامية فهذا يعتبر اندماج مالي،
لأنهم سيفتحون حسابات بالضرورة وسيستفيدون من القروض الإسلامية وجميع المنتجات الإسلامية في المصارف الإسلامية. طبعا كما تعلمون العديد من العلماء قالوا أن الدول الإسلامية تعتبر سوق ناجح للمالية والصرف الإسلامية بحكم الشريعة الإسلامية كما نعلم. الدراسة استخدمنا فيها نموذج المعادلات البنائية، طبعا هذا نموذج إحصائي لن أطيل عليكم بشرحه. هذا النموذج يستخدم لتحليل سلوك الأفراد نحو تبني القرار أو اتخاذ القرار، وهنا استخدمناه نحو تبني المصرفية الإسلامية، وهو يعتمد على نظرية قديمة، نظرية تسمى نظرية السلوك المخطط. نظرية السلوك المخطط تم صياغتها عام 1973، استخدمناها لتحليل سلوك الأفراد نحو تبني المصرفية الإسلامية، طبعا بالتعاون مع الأستاذة الدكتورة البروفيسورة سلينا قاسم، ولها منا جزيل الشكر والتقدير. النموذج الإحصائي المتبع في هذه الدراسة هو دراسة سلوك الناس والعوامل الموضوعية في الاتيتيود كما تشاهدون، والسبجكتيف نورم والبرسيفد بيهيفيرال كنترول. هذه أصل النظرية، عبارة عن السلوك والعوامل الموضوعية التي تؤثر على اتخاذ القرار لدى الفرد وتصوره. برسيفد بيهيفيرال كنترول تعني تصور الفرد عن قدرته على اتخاذ القرار. سندرس تأثير هذه العوامل الثلاثة على نية الأفراد في تبني المالية الإسلامية أو الدخول إلى المالية الإسلامية، وبالإضافة إلى متغيرات خارجية، خمسة أو ستة متغيرات خارجية سننظر تأثيرها أيضا على سلوك الأفراد واتخاذهم للقرار. فالنقطة القادمة هي تحليل نموذج المعادلات الذي تحدثنا عنه قبل قليل. في هذا النموذج طبعا هناك نموذجين، نموذج قياسي ونموذج بنيوي. النموذج القياسي كما تشاهدون جميع المؤشرات تؤشر على أن النموذج القياسي مثالي، حقق جميع المتطلبات التي، طبعا هذا العمود الذي على اليسار هو المتطلبات، والعمود الذي على اليمين يشكل النسبة التي وجدناها عند التحليل. وجدنا أنها كلها تحقق المطلوب، يعني كنموذج مثالي. أيضا النموذج البنيوي وجدنا أنه يحقق جميع المطلوب لكي يصبح نموذج مثالي. بالتالي يمكن أن يعتمد على هذه النتائج، على نتائج هذا البحث. وكانت النتائج كالتالي: وجدنا أن العوامل التي تتكون من سلوك الأفراد ممثلة في الاتيتيود والسبجكتيف نور والبرسيفد بيهيفير كنترول، كلها تؤثر على نية الناس لتبني المصارف الإسلامية. فبالتالي يمكن أن يتعامل مع سلوك الأفراد من أجل تبني المالية المصرفية. هنا أثبتنا أن بنسبة عالية، نسبة 74%، أن الموريتانيين لديهم قابلية لتبني المصرفية الإسلامية، لديهم نية، بالأصح لديهم نية لتبني المصارف الإسلامية. ووجدنا أن سلوكهم والعوامل الموضوعية وتصورهم عن قدرتهم للانضمام للمصارف الإسلامية كلها تتأثر بالأورنس الذي هو مدى معرفتهم عن البنوك المصرفية والعامل الديني والموقع الجغرافي للمصارف الإسلامية، وكذلك التعليم المالي، الثقافة المالية. بالإضافة إلى أننا وجدنا في السطر الرابع، وجدنا أن تصور الناس عن قدرتهم على ولوج المصارف الإسلامية والدخول في المصارف الإسلامية تأثر سلبي بالتكاليف المالية، لأنه لو تلاحظ في المعادلة الأخيرة هناك علامة سلبية
لأنه كلما زادت التكاليف كلما صعب على الناس الدخول في المالية الإسلامية. يتصورون أنهم إذا زادت التكاليف المالية ربما يصعب عليهم دخول المالية المصرفية، وهذا طبعا صحيح، أنه كلما زادت التكاليف صعب على الفرد دخول في المصارف الإسلامية. هذا طبعا كانت نتائج هذا البحث. التوصيات، طبعا أوصت الدراسة بضرورة توسيع دور الصيرفة الإسلامية لإعطاء دفع للاندماج المالي، كما أوصت بوضع استراتيجية وطنية للشمول المالي تأخذ بعين الاعتبار دور الصيرفة الإسلامية. يعني يجب تفعيل دور الصيرفة الإسلامية، وبالنظر إلى العوامل المهمة التي تحدثنا عنها، العامل الديني ومستوى التعليم ومستوى الدخل، الحالة الوظيفية، تكاليف الخدمات المالية، والثقافة المالية لدى الأفراد. طبعا حث صانع القرار على أهمية تحقيق التناغم والربط بين استراتيجيات المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشمول المالي والتثقيف المالي. حث البنك المركزي الموريتاني على مستوى دائرة الإحصاء والأبحاث ورابطة اتحاد المصارف الموريتانية بإصدار نشرات دورية وتقارير سنوية عن الشمول المالي، مهمة جدا، لأنه كان هناك عجز كبير على مستوى الأبحاث، على مستوى المراجع، لا توجد مراجع بالشكل الكافي. يجب أخذ هذه النقطة بعين الاعتبار. طبعا ضرورة تفعيل وتنشيط لجنة حماية حقوق المستهلك فيما يخص الخدمات المصرفية. ضرورة القيام بندوات وفعاليات بالجامعات والمدارس والأرياف عن أهمية الخدمات المالية والمصرفية، ووضع مناهج لزيادة فهم ووعي الأطفال عن أهمية الخدمات المالية والمصرفية بشكل عام. في الأخير، تعزيز الانتشار الجغرافي للقطاع المصرفي من خلال التوسع في شبكة فروع المصارع ومقدمي الخدمات المالية. طبعا هذا كان البحث، هذا كان هي نتائج البحثين، هي توصيات البحثين الذين قمنا بهما. حسب ملاحظتي من المجتمع خلال البحث، خلال توزيع الاستبيان، أن أغلب الناس يتحدثون عن أن البنوك المصرفية الإسلامية تكلف أكثر من المصرفية التقليدية، وأن الأرباح في المصرفية التقليدية تكون أكبر من المصرفية الإسلامية. طبعا هذا السؤال جاوبته بشكل بسيط، بأنه نفترض أن هناك شخصين في شهر رمضان المبارك، واحد صايم والآخر فاطر. الناس طبعا الصائمين يرون هذا الشاب أنه في رف... أو هو يرى نفسه أنه في رفاهية وفي راحة وأنه سعيد لأنه فاطر والناس صيام. لكن في الواقع الحقيقي أن هؤلاء أجرهم أكبر في الدنيا والآخرة، بينما هذا له أجر في الدنيا، بل ربما يحرم من الجنة بسبب هذا الفعل، بسبب هذه الرفاهية الغير مبررة. ولن طبعا في المالية الإسلامية هناك ربحين، ربح دنيوي وربح أخروي، وفي المالية التقليدية ربح دنيوي فقط، ولن يغلب ربح الربحين إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وشكرا لكم على حسن الاستماع. بارك الله فيكم دكتور خليفة. يعني قدمتم خلال هذا العرض القيم مجموعة من المحاور المهمة المتعلقة بالاندماج المالي، فيعني أسستم للخصوصيات البنيوية المتعلقة بتاريخ المالية الإسلامية في موريتانيا، ثم بينتم أهم مراحل تطور المالية الإسلامية في سياقها العام يعني الاقتصادي، ثم تناولتم الجانب الذي هو محوري عندكم وهو جانب الاندماج المالي بذكر المتعلقات والخصوصيات والمؤثرات التي تسهم في تحريك وفي التأثير على مؤشراته سواء ارتفاعا أو انخفاضا. ثم ذكرتم نقطة مهمة، وهي أن 74 من الموريتانيين لديهم قابلية لتبني المالية الإسلامية، وهذا مؤشر كبير جدا. وختمتم بتوصيات مهمة، وهي توصيات نرى أنها عامة، خاصة ما تناولتم من القضايا المتعلقة بالمالية الإسلامية،
وهذا سيأتي في محور التحديات مع الدكتورة فاطمة. فلا أدري إن كانت الدكتورة فاطمة مستعدة لي الآن، لأنها طلبت بعض الوقت للصلاة. دكتورة فاطمة، إن سمح الدكتور خليفة، يعني نناقش في انتظار أن تكون الدكتورة فاطمة مستعدة. دكتور أهلا خليفة، وسهلا بك أستاذ هشام. طبعا يعني طرحتم مسألة الربحية، يعني نعم السرقة الإسلامية في نعم سياقها العام سواء في موريتانيا أو في غيرها، أشرتم إلى ارتفاع تكلفتها ومستوى الربحية، فما الأسباب في نظركم دكتور خليفة؟ والله هذا تقريبا يرجع إلى أن الأرباح في المالية الإسلامية رأس المال يعكس الاقتصاد الحقيقي، بينما في المالية التقليدية يعني المصرفية التقليدية رأس المال يعكس تضخم ومضاربة على النقود نفسها، فهذا يكون يمكن أن يعني يعكس أن الربحية تنخفض، لأن في المالية الإسلامية الربحية حقيقية وليس المالية التقليدية حسب تصور، يعني أن المضاربة على الأموال ترفع من الأرباح، لكنها أرباح مبالغ فيها وطبعا ليست شرعية. يعني كما تعلم الأسعار، مثلا على سبيل المثال أسعار البترول ترتفع بحسب المخاطر، حسب يعني التحوط والمخاطر، لا تعكس سعر البترول الحقيقي. يعني كذلك في المالية الإسلامية تعكس سعر الأصل الحقيقي، بينما المالية التقليدية بسبب المضاربة وسبب المزايدة على الأموال والربا لا تعكس السعر الحقيقي للأموال، يعني القيمة الحقيقية للنقود. هذا هو الله شكرا يعني. شكرا دكتور خليفة. إذا نعود للنقاش إن شاء الله بعد كلمة الدكتورة فاطمة. دكتورة فاطمة مستعدة إن شاء إن شاء الله الله. أهلا وسهلا، لنرجع. هل تسمعوني؟ مرحبا، مسموع الصوت، مسموع الصوت دكتورة فاطمة. نرجو دكتور خليفة إزالة هذا السلام عليكم. المشارك. عليكم السلام. اسمعين دكتور فاطمة، دكتورة فاطمة اسمعين الصوت. أسمع الصوت ولكنه متقطع عندي، هل نفس الشيء عندكم؟ عندنا الصوت واضح، ربما نسمعك أيضا، يعني تسمعيننا دكتورة فاطمة؟ دكتورة فاطمة السلام عليكم. الآن تسمعوني؟ أجل نسمعك الآن. تمام. الحمد لله والصلاة والسلام على لحظة رسول دكتورة الله. رب اشرح لي لحظة صدري. دكتورة لحظة دكتورة نقدمك للمتابعين، بارك الله فيك. الدكتورة فاطمة مختار مولود، وهي خريجة دكتورة في المالية الإسلامية، خريجة دكتورة في المالية الإسلامية من الجامعة العالمية الإسلامية في ماليزيا، حاصلة على شهادة المدقق الشرعي من الهيئة المحاسبة والمراجعة الأيوفي، حاصلة على ماستر في الاقتصاد والمالية الإسلامية من كلية العلوم الاقتصادية والتصرف بصفاقس بتونس، كذلك حاصلة على إجازة في المالية من نفس الكلية، شاركت في مؤتمرات دولية ولديها بحوث في مجالات دولية مختلفة ومشاركة أيضا في عدة مجلات محكمة، اشتغلت كأستاذة وباحثة في ماليزيا، وحاليا هي أستاذة مساعدة في كلية الاقتصاد بجامعة نوكشوت، وتتناول بحول الله تعالى محور التحديات والتطلعات المستقبلية المتعلقة بالمالية الإسلامية في موريتانيا. لك الكلمة مشكورة دكتورة فاطمة، تفضلي. أهلا وسهلا.
مرحبا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أقدر يسر لي أن أحلل حدث من لساني يفقه قولي. أولا أريد أن أتقدم بالشكر الجزيل للمركز المغربي للاقتصاد التشاركي ورئيسه هو أستاذ هشام على الأعمال التي يقوم بها هذا المركز من توعية حول المالية الإسلامية والاقتصاد التشاركي بشكل عام في مختلف المجالات في هذا المجال. مؤتمرات حول المالية الإسلامية لأن شخصيا استفدت منها الكثير. أريد أن أتحدث عن موضوع التحديات الآفاق في المالية الإسلامية موريتانيا. أعتذر لكم على رداءة الإنترنت عندي، يشيرون لي أنها unstable. في البداية لقد شفى لنا الغليل الأستاذ الدكتور محمد خليفة في بدايات المالية الإسلامية في موريتانيا. الآن سوف أتطرق فقط لنبذة بسيطة حول بداية المالية الإسلامية، ثم أنتقل إلى التحديات التي تواجه البنوك الإسلامية. البداية المالية الإسلامية كما ذكر الدكتور آنفاً أنها بدأت ببنك البركة الإسلامي الموريتاني، وكان أول بنك إسلامي موجود في موريتانيا سنة 1985. ورغم نجاحه في السنوات الأولى إلا أن هذه التجربة آلت إلى الفشل، وانسحبت مجموعة البركة نهائيا من موريتانيا سنة 2001، وتغيرت هيكلة رأس مال هذا البنك، تحول بعدها إلى بنك تقليدي ثم تحول إلى بنك إسلامي، والآن هو يعمل كبنك إسلامي تحت اسم بنك الوفاة وهو بانيس. بعد ربع قرن لم يتم الترخيص لأي مصرف إسلامي في موريتانيا بعد تلك التجربة التي فشلت، ثم بعد ذلك توالت الرخص للمصارف الإسلامية لتصل إلى 7 مصارف، ولكن حاليا لا يوجد في موريتانيا سوى 4 بنوك إسلامية. مجموع البنوك التي موجودة الآن سواء تقليدية وإسلامية هي 18 بنك، 4 منها إسلامية. ومعظم البنوك التقليدية عندها نوافذ إسلامية لاستقطاب المسلمين. موريتانيا هي دولة مسلمة 100% تقريبا أو 99.9. فالبنوك التقليدية تعرف أيضا مدى أهمية المالية الإسلامية لدى المواطن الموريتاني، فلذلك تريد استقطابه بأشتى الوسائل. فمعظم البنوك التقليدية الآن عندها نوافذ إسلامية لمن يرغبون في المعاملات الإسلامية. يعد القطاع المصرفي في موريتانيا من أكبر القطاعات المالية لأنه يمثل 88% من النظام المالي، وتقدر وصوله بملياري دولار أمريكي. معدل الشمول المالي كما ذكر الدكتور محمد هو فقط 21%، يعني 79% مقصيين من النظام المالي، ليس عندهم أي حساب في البنوك ولا يتعاملون مع أي مؤسسة مالية. هناك قلة في عدد الفروع، أي تقدر الدراسات أن فقط 7.5 فرع لكل 100,000 شخص. وفيما يخص مؤسسات تمويل الأصغر يوجد عندنا حوالي 20 مؤسسة، ولكن من أكبر هذه المؤسسات هي بروكافيك، صناديق القرض والادخار، وهي أيضا كانت أول مؤسسة تم إنشاؤها في موريتانيا لتمويل الأصغر الإسلامي، حيث يبلغ عدد فروعها 56 فرعا، 18 منها في العاصمة نواكشوط. الآن ننتقل إلى التحديات التي تواجهها البنوك الإسلامية. صراحة البنوك الإسلامية هنا في موريتانيا تواجه عندها عراقيل كثيرة أمام تقدمها، ومن أهم هذه العراقيل عدم وجود قوانين تضبط سيرها. فالبنوك الإسلامية في موريتانيا
تخضع لنفس القوانين التي تخضع لها البنوك التقليدية، لأن البنك المركزي لا يفرق بينها وبين البنوك التقليدية. وهذا مما أدى إلى أنه لا توجد أي صيغة تسمح بتنظيم النوافذ الإسلامية أيضا لدى البنوك التقليدية. فالبنوك الإسلامية لكل واحدة منهما نظامها الخاص الذي تعمل به، ولكن بالنسبة للبنك المركزي يعاملهم على أنهم سواء مع البنوك التقليدية. وعندهم أيضا منافسة كبيرة، لأنني كما ذكرت في البداية لقد أفلست بعض البنوك الإسلامية بسبب عدم وجود النظام الذي يضبط سيرها. وأيضا منافسة كبيرة من طرف البنوك التقليدية، لأن البنوك التقليدية عندها عمق وعندها خبرة أكثر وأقدم من ناحية التجربة، وعندها قوانينها التي تضبطها، فهي وهي البنوك الإسلامية، ولذلك فلا يمكن مقارنتها هنا في موريتانيا. والكثير من الناس يفضلون البنوك التقليدية، ليس على الرغم من أنهم يكرهون الربا، ولكن المشكلة هنا أن هذه البنوك الإسلامية ليست ثابتة، فالكثير منها أفلس، والذي لم يفلس صحبت منه الرخصة، وعندها الكثير من المشاكل التي عرقلت مصداقيتها بين الجمهور. فيما يخص العوائق التي تخضع لها البنوك الإسلامية، البنوك الإسلامية هنا في موريتانيا مشكلتها من أكبر المشاكل التي تواجه أنها لا تتعامل إلا بالمرابحة فقط. وكما تعلمون أن مجامع الفقهية أكدت على البنوك الإسلامية، إذا كانوا يريدون أن يطوروا من مالهم ينبغي عليهم الإكثار من المشاركة والمضاربة والتقليل من المرابحة، ولكن يخافون من المخاطر، فلذلك لا يلجؤون إلا للمرابحة، فلا يستخدمون المضاربة ولا المشاركة ولا أي منتج آخر. وهناك أيضا نقص كبير في رأس المال البشري الذين يعملون في البنوك الإسلامية، هم ليست عندهم أي خبرة في المالية الإسلامية، معظمهم كان يعمل في المصارف التقليدية، فليست عندهم خبرة في المالية الإسلامية، وليست عندهم شهادات في المالية الإسلامية، فعندهم نفس المايند سيت، نفس العقلية التي كانت يعملون بها في البنوك التقليدية يطبقونها الآن في البنوك الإسلامية. ومما لا شك فيه أن هذه العقلية سوف تؤثر سلبا على الأخلاق والقيم الإسلامية في البنوك الإسلامية. هناك أيضا غياب الشفافية للبنوك الإسلامية، البنوك الإسلامية لا تنشر أي تقارير حول أعمالها، فلا نجد الأعمال السنوية لها منشورة عبر مواقعها، ولا نجد الأعمال الشرعية أيضا، الهيئة الشرعية لا نجد لها أي دور هناك، ربما لا تكون موجودة على الأغلب. فهذا يخلق عدم ثقة بين العملاء والمؤسسات، فمعظم العملاء لا يريدون أن يواصلوا في هذه البنوك لأنهم يعتبرونها غير شفافة، وليسوا متأكدين هل هذه المنتجات إسلامية أم ليست إسلامية، هل هذه البنوك فقط إسلامية بالاسم وليست إسلامية بالمبادئ وبالمنتجات. فهذه من أكبر العوائق التي تواجه البنوك الإسلامية. هناك أيضا بعض الإخلالات في البنوك الإسلامية داخلها. داخل البنوك الإسلامية لا نجد رقابة شرعية، بعض البنوك الإسلامية لا تجد عندها أي مدقق شرعي ولا أي هيئة شرعية، فقد اطلعت على دراسات في هذا المجال، في فتوى عالم حول، وليست عنده أي هيئة مكلفة بمراقبة سير وآليات هذه المنتجات، والبعض منهم ليست عنده هيئة ولا أدري ماذا يفعل، وبعضهم عنده هيئة ولكن مكونة من شخص واحد، ربما ليست عنده الأهلية الكافية لأن تكون هيئة شرعية، فبعض منهم يكون فقيه
فقه المعاملات، ولكن ليست عنده خبرة كافية بالمصارف الإسلامية وبالمنتجات الحديثة، لأنه كما تعلمون أن الهيئة الشرعية لابد أن تكون مكونة، لابد أن تكون هناك هيئة داخلية وهيئة خارجية، ولابد من أن يكون فيها أشخاص على إلمام بفقه المعاملات وأيضا بالمعاملات المصرفية الحديثة، ويكون عددهم على الأقل 3. هناك مشكلة أيضا كبيرة فيما يخص النوافذ الإسلامية. هذه النوافذ الإسلامية يقومون بخلط حساب النافذة الإسلامية مع الحساب البنك الأصلي الذي هو بنك تقليدي، فالناس يهربون من الربا والمعاملة الصريحة مع البنوك التقليدية حتى يجدوا ملاذ فيتعاملون مع النافذة الإسلامية، ولكن هذه النافذة الإسلامية أيضا سوف تعتبر ربا لأنها ممزوجة مع الربا، وإذا مزج حسابها مع الحساب الأصلي الربوي فكل هذه المعاملة تعتبر ربا. ولكننا لم نطلع على أي دراسة أو أي تقارير حول هذه النوافذ الإسلامية، لم نجد، لأنه أصلا لا يوجد لها قوانين تنظمها، واكتفينا ببعض الأسئلة للبنوك الإسلامية هنا في موريتانيا، وقالوا بأنهم يمزجوها فقط، يعني لا يتعبون أنفسهم بفصل النافذة الإسلامية عن البنك التقليدي، يعني معظمهم هكذا يفعل للأسف الشديد. فالناس تهرب من الربا لتقع في ربا آخر من دون أن تشعر. هناك أيضا بعض المنتجات المالية التي يقدمها البنوك الإسلامية فيها إشكالية كبيرة من حيث المرابحة، هنا يتعاملون أساسا بالمرابحة أو التورق، ولكن المشكلة في التورق هنا أن العميل يأتي للمؤسسة يجد المال، يجد قرض، فيقوم بعملية التورق، وعملية التورق المؤسسة تبيع له بضاعة ثم ينبغي عليه أن يبيعها لطرف ثالث، هذا هو سير التورق. أصلا التورق فيه خلاف بين الفقهاء، ولكن للضرورة لا بأس به. المشكلة هنا أن لا يوجد طرف ثالث، المؤسسة تبيع وتشتري لنفسها، يعني عملية صورية بحتة، وهذا لا شك فيها أنه بيع العينة، يعني أشبه ما يكون ببيع العينة المحرم شرعا. مع الأسف هذا النوعية من المعاملات موجودة هنا في بعض البنوك الإسلامية في موريتانيا. أيضا لا يوجد إخراج للزكاة، كما تعلمون الزكاة ركن من أركان الإسلام ويجب دفعها إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول. هنا لا نجد أي تقارير حول الزكاة، والبنوك لا يخرجون الزكاة ولا يصرفونها، يعني ليست عندهم أي حتى نية في أنهم يصرفونها، لأنهم يقولون هذه حسابات جارية على أشخاصها، على الملاك أن يصرفوا هم الزكاة، أو أنها وديعة ولن نكترث لصرف الزكاة منها، فهذه أيضا مشكلة كبيرة، لأن البلد يحتاج أولا للزكاة واجب شرعي، وثانيا الفقراء كثيرين، نحن الفقر فينا أكثر من ثلث المجتمع هنا، يعني في إحصائيات البنك الدولي الفقر في موريتانيا تقريبا 32%، ولو صرفت الزكاة إلى مصارفها لقلت هذه النسبة كثيرة. أيضا البنوك هنا تفرض غرامات التأخير في مراقبة الجزائي جائز بالاستثناء، ولكن في هم يخافون من أن يتأخر عن السداد، العميل أن يتأخر عن السداد، فعندما يتأخر ولو بيوم واحد سوف يفرضون عليه الغرامات، لكن مشكلة هذه الغرامات أنهم يخلطونها في حساب في صندوق البنك بحساب البنك، وهذا محرم شرعا، لأن هذه الغرامات المفروض أن تكون تصرف في الخير، المفروض أن تعطى على شكل صدقة، ولكن لا تمزج بأموال البنك. على الأسف هذه بعض تطبيق تخطئة في موريتانيا. لقد طلعت على بعض حول موريتانيا في المؤسسات التمويل الأصغر الإسلام، وهذه الدراسات تحدثت عن منظور العملاء، يعني التحديات التي يواجهها العملاء الذين يتعاملون مع مؤسسات التمويل الأصغر الإسلامي. من أبرزها هو عدم القدرة على حصول التمويل نظراً للشروط المجحفة التي
حضرتنا الدكتورة فاطمة، نعتذر بعد الوقت، بارك الله فيكم. إذن في انتظار عودة الدكتورة فاطمة، نحاول أن نؤسس لما سبق أن أشارت إليه من خلال تناولها لمحور التحديات والتطلعات، ومن خلال تأملنا لمجموعة التحديات التي طرحتها وبسطتها بين أيدينا. فإن دكتورة فاطمة، المرجو فتح الصوت. دكتورة فاطمة فتح الميكرو. صوت الدكتورة فاطمة. المرجو فتح الصوت الدكتورة فاطمة. السلام عليكم. وعليكم السلام، تفضلي تفضلي دكتور. المعذرة منكم، انقطع علي النت. مرحبا مرحبا، تفضلي أختي. المشكلة لا أدري أين توقفت، فقد تكلمت كثيرا ولم تحدثت عن أدري أين مؤسسات انقطع التمويل بالضبط. الصغرى، مؤسسات التمويل الصغرى الإسلامية، وأشرت إلى مجموعة تمام. من المعيقات التي تعرفها في خلال تدبيرها وتنزيلها في موريتانيا. تمام، نعم يعني هو، توقفت عند هذا. نعم نعم هو هذا. تمام. صعوبة الوصول المحور الثاني أظن ربما. نعم تفضلي أستاذ. هناك صعوبة الوصول لهذه المؤسسات نظرا لأنها غير منتشرة كثيرا، ليست عندها فروع كثيرة، وكما تعلمون مؤسسات تمويل الأصغر الإسلامي هي موجهة بالأساس للفقراء، والفقراء ليست عندهم وسائل تنقل، فإذا لم يكن هناك انتشار لهذه المؤسسات فيصعب عليهم الوصول لها. هناك قلة في الاستخدام، حتى الذين فتحوا حسابات في هذه المؤسسات لا يستخدمونها، البعض منهم يقول ليست عندها منتجات كافية لأن كل ما تقدمه هو المرابحة أو التورق، والبعض يقول أنه ندم على استخدامها لأنه لم تعطيه أي تمويل، فلماذا يواصل في استخدامها؟ وهذه المشكلة، والبعض يعني بسبب عدم الوعي لم يستخدمها ولا يفهمها، لأن الأمية منتشرة هنا في موريتانيا وخاصة الأمية المالية، ناس ليست عندهم ثقافة كبيرة بهذه المنتجات المالية ولا قيمتها. أيضا هناك مشكلة في ارتفاع تكلفة المنتجات، لأن هامش الربح هنا في المرابحة كبير جدا، في بعض الأحيان يصل إلى أكثر من النسبة الربوية في البنوك التقليدية، يعني من أكثر من الفائدة، فالناس الذين ينظرون بمنظور مادي سوف يقول لماذا لا نذهب للربا، لأنه أقل تكلفة علينا من هذا المرابحة التي تكلفتها عالية ولا ندري هل هي أيضا على نهج الشريعة أم لا، لأن لا توجد هناك أي رقابة شرعية ولا شفافية في التقارير. الضمانات أيضا التي تطلبها هذه المؤسسات مشحفة جدا، المواطن البسيط الذي ليست عنده هذه المتطلبات. أيضا كسائر النظام المالي، المؤسسات التمويل الأصغر ليست عندها شفافية في التقارير ولا تنشر تقاريرها السنوية على مواقعها. من التوصيات والمخرجات التي وجدناها في البحوث الماضية، أولا ينبغي أن يوجد في كل بنك أو فرع هيئة رقابة شرعية تقوم بنشر التقارير الشرعية لهذه المنتجات حتى نخلق ثقة بين الجمهور وبين هذه المؤسسات الإسلامية.
لأن الكثير من موريتانيين يعزفون عن استخدام هذه المنتجات لأنهم فقط لا يدرون عن مدى شفافيتها، ولذلك نجد أن الشمول المالي عندنا قليل جدا، فقط 21%، نسبة قليلة بالنسبة إلى دول إفريقيا الأخرى. وينبغي للبنوك الإسلامية أن تخرج الزكاة وأن يكون عندها صندوق خاص للزكاة حتى نطور اقتصاد البلد، وحتى أيضا تكون عندهم بركة في أموالهم. ينبغي للبنك المركزي أن يسن قوانين خاصة بالبنوك الإسلامية ليست كالتي عند البنوك التقليدية، لأن كل منهما يعمل على منهج اقتصادي مختلف. ينبغي إدراج ملف المصارف الإسلامية ضمن ملفات الإصلاح الاقتصادي، وكذلك لا بد من تنظيم العلاقة بين البنوك الإسلامية والبنك المركزي، لأن البنوك الإسلامية تجد صعوبة في أخذ التمويلات من البنك المركزي، لأن البنك المركزي هو بنك يتعامل بالربا، والبنوك الإسلامية تجد حرج في أخذ التمويل الربوي من البنك المركزي، فلا بد أن يكون هناك قانون منظم للعلاقة بين البنك المركزي والمؤسسات الإسلامية من ناحية التمويل والإقراض. ينبغي أيضا تدريب الطاقم البشري الذين يعملون في المصارف الإسلامية على كيفية وآليات المنتجات الإسلامية والأخلاق والقيم التي ينبغي أن تكون عليها المؤسسات الإسلامية. لا بد من تطوير المنظومة البنكية وجعلها في متناول الجميع، وتطوير أيضا عقلية المواطن حتى نخلق الثقة بينه وبين البنك عن طريق حملات إعلامية للتثقيف والتوعية بأهمية هذه المنتجات. ولا بد أيضا من خلق أكبر عدد ممكن من المنتجات المالية الإسلامية لتلبية الاحتياجات المختلفة للمستثمرين والمقترضين، فالمرابحة والتورق ليس كافيان لتلبية حاجيات جميع المواطنين. ينبغي وجود مؤسسات مالية بعدد كافي للمساهمة في تطوير النظام المصرفي الإسلامي، وكذلك لا بد من إنشاء مراكز للبحث وتطوير النظام المصرفي الإسلامي في موريتانيا. من أهم الآفاق التي وجدناها في البحوث الماضية أنه تم إصدار قانون مصرفي جديد يضع الإطار التنظيمي للمالية الإسلامية ويقضي بإنشاء لجنة للمطابقة مع الشريعة وبإرساء نظام إسلامي لإعادة التمويل وإنشاء سندات إسلامية للخزينة العامة، ولكن هذا القانون لم يطبق لحد الساعة، ربما بسبب عدم وجود الطاقم البشري الكافي لتطبيقه، أو يعني إلى حد الساعة لم يطبق. وقد تعززت السندات الإسلامية للخزينة العامة مؤخرا حيث تجاوزت أكثر من 1.5 مليار أوقية جديدة، وهو ما يمثل أكثر من 22% من مجموع السندات العامة. وعلى صعيد آخر، أصبح البنك المركزي الموريتاني عضوا في بورصة ماليزيا، وهو ما يتيح له النفاذ إلى منصة تبادل السلع التي تعمل كداعم لعمليات الإصدار، كما تم قبول العملة الوطنية الأوقية ضمن العملات المتداولة في بورصة ماليزيا. ويعمل مجلس الخدمات المالية الإسلامية على تعزيز استقرار وصلابة الصناعة المالية الإسلامية من خلال تسهيل تطبيق معايير احترازية تتوافق مع المعايير الدولية المعتمدة ومتناغمة مع مبادئ الشريعة الإسلامية. قام صندوق النقد الدولي مؤخرا في آخر تقرير له حول موريتانيا 2020 بإجراء ببعض الإجراءات التعزيزية للتمويل الأصغر الإسلامي، خاصة مؤسسة بروكا بيك، من أجل تخفيض المنتجات حتى تكون في متناول الفقراء والناس الذين هم أقل حظا في الدولة. وأيضا قالت مسؤولة صندوق النقد الدولي هنا في موريتانيا أنهم سوف يساعدون البنك المركزي على تطبيق القوانين الخاصة بالمالية الإسلامية. وفي الخلاصة، لا يخفى على أحد أهمية القطاع المالي الإسلامي في موريتانيا، ولكن استمراره على وضعيته الراهنة سينعكس سلبا على الاقتصاد، مما يفرض تضافر جهود مختلف الفاعلين في القطاع لوضع حلول عملية للمشاكل السابقة. فالسلطات الموريتانية ملزمة بالتحرك العاجل لتطبيق الإطار القانوني الخاص بالمؤسسات المالية الإسلامية، إضافة إلى قيام البنك المركزي بوضع آليات للرقابة الشرعية لكسب ثقة المتعاملين،
ولا ننسى هنا المسؤولية الملقاة على عاتق القائمين على هذه المؤسسات من حيث دورهم في خلق الوعي بالمنتجات وإقامة هيئات شرعية فعالة قادرة على القيام بدورها الرقابي باستقلالية وبكل مهنية. وفي الختام أشكركم على حسن الإصغاء، جزاكم الله خيرا. مشكورة جزيلا، مشكورة لكم جزيل الشكر دكتورة فاطمة على هذا العرض القيم وعلى هذه التفصيلات المهمة جدا، والتي يعني استطعنا أن ندرك الكثير من الخصوصيات التنزيلية والتنظيمية للتجربة المالية في موريتانيا. ومن خلال تأملنا لهذا العرض نرى بأن أصل الإشكال أو أصل هذه التحديات ودرجة عمقها يرجع إلى غياب إطار تشريعي تنظيمي خاص بالمصارف الإسلامية أو بالمنتجات المالية الإسلامية في موريتانيا، كما والعامل الثاني هو غياب هيئة شرعية عليا إشرافية يعني تقوم بمهمة المطابقة أو الرقابة الشرعية على هذه المنتجات. أشرتم إلى الكثير من التحديات حقيقة، ولكن نحاول أن نشير إلى بعضها. الاعتماد على المرابحة، وهذا سياق عام حقيقة في تجارب المقارنة الدولية. كذلك أشرتم إلى غياب أو أحيانا ضعف الرقابة الشرعية وضعف مستوى الحكامة على مستوى المنتجات وعلى مستوى التنظيم الهيكلي للمصارف الإسلامية. كذلك أشرتم إلى مجموعة من العقود التي هي تدخل ضمن نطاق سوريا وهي التورق المصرفي المنظم. كذلك أشرتم إلى مسألة الربا وعلاقتها بالنوافذ وعدم استقلالية رأس المال بخصوص النوافذ الإسلامية، اعتماد غرامات التأخير، عدم إخراج الزكاة، ارتفاع تكلفة المنتجات بشكل يعني غير محفز للعملاء، ثم ضعف الشفافية المالية. وهذه كلها كما أشرت تحديات بعضها عميق وبعضها مشترك، يعني يأتي في السياق العام الذي تعرفه التجارب المقارنة، وبعضها يعني خاص بالتجربة الموريتانية. ختمتم بالتوصيات ثم التطلعات، فحقيقة عرضكم يحيلنا على الكثير من القضايا التي تحتاج إلى مناقشة. إن شاء الله نؤجلها إلى موعد مناقشات إن شاء الله. مشكورة الدكتورة فاطمة. شكرا ننتقل جزيلا. الآن إلى الدكتور محمد عبد الله أحمد المصطفى من خلال عرضه المتعلق بالوقف كأبرز المنتجات المستعملة في المالية الإسلامية في موريتانيا. وقبل ذلك نقدم الدكتور، وهو حاصل على شهادة الدكتوراه في العلوم الإسلامية مادة الاقتصاد والمالية الإسلامية من جامعة الزيتونة، كذلك حاصل على شهادة الماجستير في المالية الإسلامية من نفس الجامعة، حاصل على شهادة الإجازة في شعبات الاقتصاد الإسلامي من المعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلامية، وكذلك هو مشارك في العديد من الدورات التدريبية والعملية والأكاديمية في الاقتصاد والمالية الإسلامية سواء في نواكشوط أو تونس، ومسؤول عن الثقافة والعلاقات في العلاقات الطلابية في دولة تونس. لكم الكلمة الدكتور سيدي محمد عبد الله أحمد المصطفى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وعليكم وبركاته. السلام، مرحبا. حياكم الله جميعا. أشكركم وأشكر الزملاء الكثيرة، وأعتذر عن التأخير اللاحقي بكم، و مرحبا. لأسباب وظروف خارجة عن إرادتي. فأنا الآن في جربة، أشارك في القرية الفرنكفونية الجناح الموريتاني، وعندي عمل بهذا الشأن مع وزارة الثقافة، وبالتالي أعتذر عن كان المحاضرة كانت ستكون معروضة ومجهزة على الباوربوينت، ولكن وهذا عذر طريف، جهازي الأورديناتير الذي عليه المحاضرة أخذه الزميل لي من وزارة الثقافة وذهب، ولم اتصلت به ولم أجد هاتفه، وأنا الآن أقدمها
ارتجالا، ولكن أبعثها لكم إن شاء الله لاحقا على في العرض الذي كنت أعددته على الـ PDF وعلى PowerPoint. الكلام سيكون عن الوقف، سنعرف بالوقف في اللغة والاصطلاح، ونتكلم عن الوقف في موريتانيا، عن ما هي الأوقاف الموجودة في موريتانيا، عن نشأتها وتطورها، وعن الدور الذي تلعبه اجتماعيا واقتصاديا، وعن حاجياتها أو العوائق والصعوبات التي تواجهها. الوقف كما تعلمون في اللغة، وكما عرفه ابن منظور، أنه هو وقف فلان أرضه وقفا مؤبدا إذا جعلها حبيسا لا تباع ولا ترى. وقريب من التعريف اللغوي التعريف الاصطلاحي، وإن كان الفقهاء اختلفوا في تعريف الوقف نظرا لاختلافهم في حيازته، فيما تكون به حيازته، ولكن عرفوا تعاريف مختلفة عن اختلافهم في اختلاف المذاهب الأربعة. الوقف من حيث لزومه وعدم لزومه، ومن حيث اشتراط القربة في القربة، من حيث اشتراط القربة فيه والجهة المالكة للعين بعد وقفها، وكذلك اختلافهم في كيفية إنشائه، هل هو عقد أم إسقاط. فهم يدخلون الشروط في التعاريف، فيختلف تعريف كل مذهب تبعا لاختلاف شروطه عن المذاهب الأخرى. ولكن التعريف، لعل التعريف المختصر للوقف هو تعريف الإمام الحافظ بن قدامة، هو أن الوقف، وهذا التعريف أيضا مأخوذ من الحديث النبوي، وهو أن الوقف هو حبس الأصل وتسبيل الثمرة. فهذا التعريف أقرب لإعطاء حقيقة وتحديد الوقف تحديدا عاما جامعا. وإذا تتبعنا كل مذهب أو تعريف كل مذهب فالكلام سيطول ويطول، ولكن نختصر بهذا التعريف. والوقف في موريتانيا قد كان يوجد منذ القديم، منذ القرن الثالث عشر أو الثاني عشر للهجرة، ومنذ أن تأسست المدن القديمة مدينة ولاتا وتشيت. فالوقف عرفه هذا المجتمع وتأسس لديه وأصبح معمولا به. وتوجد عدة أنواع وأشكال من الوقف لدى الموريتانيين، ولكن قديما أغلب الأوقاف التي كانت موجودة، وأول وقف ربما يكون بدأ به الوقف في موريتانيا هو وقف المياه. فالآبار التي أنشئت اصطلح الناس على وقفها، فكانت وقفا وحبسا على كل من يريد أن يأخذ منها المياه، فكانت حبسا عليه، فهي حبس مضيق وحبس واسع. حبس مضيق أو وقف مضيق من خلال تكون حبسا على العشير أولا، وبعد ذلك حبس تكون حبسا موسعا أو حبسا عاما، على وقفا عاما على كل من عبر السبيل أو كل من مر بتلك المياه، فهي حبس عليه ينتفع بها. وكانت الوقف كان اختلف باختلاف باختلاف النشاط التجاري أو النشاط العملي في المدن. فمثلا في المدن التي تكون فيها الواحات، كنا نجد أن هذه الواحات، أن الناس الملاك لهذه الواحات يحبسون هذه الواحات على الفقراء والمساكين،
والغالب أن يكون الحبس على أقاربهم، على يكون حبس أهلي، وبالتالي فهذا هو الأغلب في أوقاف النخيل. في مدن أخرى أو مناطق أخرى تكثر فيها المواشي والثروة الحيوانية، نجد الناس يوقفون الأبقار والإبل والغنم والضان، يوقفونها على الأقارب وعلى الأهل. فالأغلب كان أغلب الأوقاف الموجودة كانت أوقاف أهلية. كذلك نجد الأوقاف على المحاضر في كل المناطق، فنجد الأوقاف على طلاب المحاضر. ومن المشهور أن محضرة أهل محمد محمد سالم كانت تمتاز بهذه الخصلة أكثر من غيرها، فكان الطالب يأتيهم فقيرا جاهلا، وينتهي من المحضرة أو يتخرج من المحضرة عالما غنيا، لأنهم كانوا يوقفون عليه ويزكون عليه إبلهم أو من إبلهم. وكذلك الوقف عرف مؤسسة أو تم تأسيسه في ظل الدولة الحديثة، وأصبحت هناك مؤسسة للأوقاف. ولكن هذه المؤسسة ينحصر دورها أو انحصر دورها في الغالب، انحصر في إحصاء هذه الأوقاف، إحصائها بالوثائق، ولكن الكثير من هذه الأوقاف لم يخضع لهذا الإحصاء، نظرا لأن هناك من الأوقاف من هو غير موثق، وهناك من وثق توثيقا شفويا بالكلام فقط ولا توجد له وثيقة مكتوبة. وبالتالي الأوقاف أصبحت مشتتة، بحيث يصعب على المتتبع لها والذي يريد أن يتتبع أماكنها، يصعب عليه أن يجد شيئا، مادة علمية يمكن أن يستند عليها من خلال التوثيق والأدلة العلمية المطلوبة. والأنواع الموجودة من الوقف غالب في موريتانيا الآن في الوقت الراهن، توجد أوقاف منازل، وتوجد محلات تجارية، وكما توجد لا تزال توجد أيضا واحات وقفية، وتوجد أوقاف في الثروة الحيوانية أيضا يوجد بعض الأوقاف. وهذه الأوقاف كلها الآن أصبحت تقريبا شبه محصورة لدى مؤسسة الأوقاف الوطنية. و بالنسبة لاستفادة المجتمع الموريتاني من الأوقاف، فهي لا تزال ضعيفة جدا، لأن المجتمع الأوقاف أخيرا لما حين تولت مؤسسة الأوقاف إدارة هذه الأوقاف، أصبح الناس يوجهون الأوقاف فقط إلى المساجد، وإلى المساجد في الغالب، لأن الأرض الذي يكون عليها المسجد تكون وقف، وأيضا أثاث المسجد وفراشه يكون وقف من المجتمع، وميضة المسجد وغير ذلك، هذه كلها تكون أوقاف، ولا يتعدى ذلك، لأن المحضرة التي تؤسس الإنسان وتخرج الطلاب الذين يحملون العلم ويمثلون موريتانيا والشنقيط في أغلب البقاع، أصبح دورها في تراجع، ولم يعد الناس يوقفون عليها، لأن المحاضر الموجودة أصبحت في قرى وفي بادية هجرها أغلب السكان، ولم يعد فيها من الناس الذين يمتلكون الثروات والذين يمكن أن يوقفوا عليها. في تناول الأوقاف موضوعها موضوع مادته المعرفية غير ثرية، الأوقاف في موريتانيا خاصة الموضوع مادته المعرفية غير ثرية، وهناك كتاب
ألفه دوغرانج، وهو أحد طلاب أحد طلاب حضرت معطى مولانا، وهو في الأصل من فرنسا، عن الوقف في موريتانيا ودوره في التنمية. وأيضا هناك رسالة ماستر للدكتور أحمد المصطف، وهي رسالة عن الأوقاف وفي ظل عن الأوقاف في ظل الدولة الموريتانية الحديثة، أو عنوان قريب من هذا. وكلها كانت حصر للأوقاف، تحاول أن تحصر نوعية الأوقاف الموجودة في موريتانيا، والدور الذي تلعبه الإدارة المؤسسة الوطنية الحالية للأوقاف في موريتانيا. تفضل دكتور، نسمعك. فقط سأتناول دور الوقف في التنمية، في تنمية المجتمع. الأوقاف الموريتانية، المجتمع الموريتاني كما قلت سابقا، عرف عدة أنواع من الأوقاف، وكان يهتم بالوقف، وحتى أنه حمل الأوقاف معه إلى خارج موريتانيا. فمثلا نجد أوقاف الشناقطة في المدينة المنورة، وهي لا تزال موجودة الآن، ومعروف دورها. أنا تعذروني لأني فيمكن أن نقسم الوقف في موريتانيا، أو الدور التنموي الذي يلعبه، أو يمكن أن نقول إنه لعب دور في الشأن المادي، أو في التنمية المادية المستدامة، مثل التنمية المستدامة، مثل الأوقاف الملموسة من باحات نخيل ومواشي ومحلات تجارية وغيرها، ودور معنوي، وهو الذي يلعبه في تكوين الإنسان الموريتاني. فالوقف بوصفه وسيلة تضامن اجتماعي عرفت تطورات كبيرة في القرنين الماضيين، خصوصا في موريتانيا. و يتسم اتسم بطغيان النظام الاجتماعي القبيلي، والنظام الاجتماعي القبلي الموريتاني المتحكم في إنشاء الوقف آنذاك. فسلك بالتالي الوقف في موريتانيا مسلكا يختلف جذريا عما هو عليه في البلدان الإسلامية الأخرى. وبالتالي يمكن أن تكون هذه الخصوصية الاستثنائية للحالة الموريتانية. فاقتصر بالتالي دوره على ما يمكن أن نسميه العمران المادي، اقتصر دوره على الأراضي، على الأراضي والعقار والآبار، آبار المياه وواحات النخيل، وما يحبس من أنعام ودواب.
تساعد على الحرث وعلى واستخراج المياه من الآبار إلى غير ذلك. فكان هذا هو الغالب على الوقف الموريتاني. فهناك لدينا حبس الآبار وحبس العقار والأراضي وحبس الأنعام أو الحيوانات بمختلفها. وأما دور الوقف في العمران، ما يمكن أن نسميه العمران المعنوي، فهو مثلا دوره في المساجد ودوره في المحاضر. في المساجد مثلا نجد عدة مساجد في الأصل أنشئت عن طريق الحبس، مثل مسجد ولاتة، وهو مسجد أسس في تقريبا 1500 ألف ألف في 670 عام 670 للميلاد تقريبا. ومسجد تشيب، وهو مسجد أسسه الشريف عبد المؤمن في بحر القرن السادس الهجري الثاني عشر الميلاد، وكان إمامة المسجد لأبناء العالم الذي أسسه. هذا إضافة لمساجد أخرى مثل مسجد شنقيط، وحتى جامع النعمة وجامع مدينة بوتليميت العتيق، وهو أسسه عبد الله بن الشيخ سيدية عن طريق، وذلك من خلال جمل حبسه من إبله، وأرض أيضا حبسها للمسجد. وهناك مساجد الآن أيضا موجودة في العاصمة، أنشئت من خلال الأوقاف الأجنبية، يمكن أن نسميها مثل المسجد الحسني، أو ما يعرف بالمسجد المغربي والمسجد السعودي وغير ذلك من المساجد. كذلك من الأوقاف مما لعبه الوقف من الأدوار العمرانية التي لعبها الوقف، والدور الذي لعبه في المحاضر. فالمحاضر هي أم المعرفة الموريتانية، وهي التي كانت تصدر العلماء ومن يمثلون موريتانيا معرفيا، والمؤلفون وأهل التخصص في المعارف المختلفة، فكانوا يصدرون عن المحضرة. وبالتالي كانت الأوقاف تتجه إلى المحضرة. تبين إحصائيات المؤسسة الوطنية للأوقاف سنة 2010 أن أعداد المساجد والمحاضر التي أنشئت من خلال الوقف هي 7634 ما بين جامع ومسجد ومصلى، و 3804 محاضر تدرس القرآن، وتدرس محاضر منها محاضر مختصة تدرس القرآن فقط، ومنها محاضر تدرس اللغة العربية فقط، ومنها محاضر جامعة تدرس القرآن واللغة العربية والفقه والأصول وغيره. كذلك أنشئت مدارس ومعاهد عن طريق الأوقاف في موريتانيا، مثل المعهد ابن عباس للدراسات الإسلامية، وهو شبه جامعي يستقبل حفظة القرآن عن طريق مسابقة كتاب عالية بمستوى ثانوي عام، ويخرج كل سنة دفعة من حملة الشهادات الجامعية. وكذلك معهد الفاروق والمعهد السعودي في ولاية العصابة، ومعهد تحفيظ القرآن في ولاية الحوض الشرقي، ومعهد ورش في نواكشوط وفي الحوض الشرقي، ومعهد بوتليميت القرآن وعلومه وغير ذلك. وكذلك مركز تكوين العلماء أيضا هو من المعاهد التي أنشئت عن طريق
الأوقاف. التحديات التي تواجهها الأوقاف، تواجه الأوقاف عدة تحديات، لعل أبرزها هو كون الوقف لم يعد معروفا لدى المجتمع الموريتاني، وبالتالي لم يعد الناس يهتمون به كما كانوا من قبل. وأيضا مؤسسة الأوقاف، يمكن أن تكون هي في ذاتها تحديا للأوقاف، لأن الناس في الغالب الناس يحبون أن يستروا ما يتبرعون به أو ما يوقفونه، وأن لا يكون عن طريق الوثائق الرسمية، وبالتالي يكثر الوقف على الأهالي والأقارب. الوقف كان سنة متبعة لديهم على الأهالي والأقارب وضعفاء الناس، ويوقف الشخص على الشخص من غير أن يقول، من غير أن يوثقها، ومن غير أن يخبر الناس بها، فتكون بينه وبينه فقط. وبالتالي إذاعتها وإشاعتها كانت في حدها تحديا مطروحا للأوقاف، وهذا شيء غريب. كان الاختصار دكتور. نعم، بالنسبة لي كذلك من الأشياء التي تعتبر تحديا أمام الوقف الآن، هو كونه آثاره وما يمكن أن يلعبه من دور في النهوض بالمجتمع لا تتبناه مؤسسة الأوقاف، تبني يمكن من خلاله أن يطلع عليه المجتمع، بمعنى أن لا بد لهذه المؤسسة أن تجعل الأوقاف مادة أساسية، مثلا تدرس في المدارس العمومية، وذلك لتبيان الدور التنموي الاقتصادي الذي يمكن أن تلعبه في النهوض بالدولة والمجتمع على حد سواء. وأشكركم، وإذا كان من سؤال فأجيب، وشكرا على الاستضافة. السلام عليكم. شكرا جزيلا لكم دكتور مصطفى، قد بينتم من خلال هذا العرض القيم أن أهمية الوقت مجموعة من الخصوصيات التي تميزها على مستوى دولة موريتانيا الشقيقة، ثم ختمتم بأهم التحديات، وقد جليت من ذلك ضعف استجابة المجتمع الموريتاني للأوقاف من خلال، ويرجع ذلك إلى سبب عدم الوعي، يعني الوعي المعاصر بأهميته، باعتبار أنه لم يعد معروفا كما كان. ثم بينتم الأمر الثاني بأن المادة العلمية لم تعد ثرية بخصوص الإنتاجات في الوقف. كذلك بينتم مجموعة من أنواع الأوقاف التي هي معتمدة ومعمول بها في موريتانيا، والتي تجسد ذلكم البعد الحضاري والتاريخي الذي تعرف به بلاد موريتانيا. وبينتم بأن الاعتماد يكون أساسا على الوقف على المحاضر والمساجد ثم المعاهد. بارك الله فيكم دكتور مصطفى. إذن بهذا، ونظرا لتقدر حضور الدكتور محمد، إذن نفتح باب المناقشة للحاضرين. قوم الخير تفضلي. مرجو من الدكتورة فاطمة والدكتور خليفة فتح الكاميرا.
ومن خير، تفضلي. إذن في انتظار بعض الأسئلة التي هي أثناء اللقاء. يمكن أن أسأل الدكتور خليفة، يعني باعتبار حضور المالية الإسبانية على المستوى الدولي، هل الاقتصاد يعني يحتاج إلى الاندماج المالي وإلى تأثيره خاصة على الاقتصاد الإسلامي؟ هل نحن فعلا نحتاج هذا الاندماج المالي على مستوى الاقتصاد الحقيقي الذي أشرتم إليه، وهو الاقتصاد المالي الإسلامي؟ مرجو تصغير الصوت دكتور خليفة. شكرا جزيلا أستاذ هشام، أشكر الدكاترة أستاذ محمد، الدكتورة فاطمة، دكتور سيد محمد، دكتورة فاطمة، شكرا جزيلا. بخصوص سؤالكم، نعم أكيد الاقتصاد المالية الإسلامية المصرفية الإسلامية يمكن أن تساهم بشكل مباشر في الاندماج المالي، لأنه الاندماج المالي كما أشرنا وكما عرفه البنك الدولي هو عبارة عن قدرة الناس على الوصول للخدمات المصرفية، خصوصا الناس أصحاب الدخل المنخفض. وبالتالي المالية الإسلامية يمكن أن توفر ملاذ آمن للموريتانيين، خصوصا مع انخفاض الدخل وارتفاع البطالة كما نعلم. فبالتالي يمكن أن تعمل المصرفية الإسلامية على حل مشكلة البطالة، مثلا على سبيل المثال إعطاء قروض للشباب، قروض تكون ميسرة بطريقة يعني إسلامية. هذا يمكن أن يتم بالتعاون مع السلطات المالية في البلد، لأنه غالبا أصحاب البنوك الإسلامية، إذا كانت البنوك الإسلامية مملوكة لخواص، يكون الهدف الأساسي هو الربحية. فبالتالي القروض، المنتج المالي الإسلامي، القرض، يمكن أن لا يفعل في هذه الحالة. لكن لو كان هناك تدخل من السلطات المالية بإعطاء نوع من الحوافز للمصارف الإسلامية لمنح القروض للشباب والأفراد الموريتانيين، يمكن أن يكون دافع لزيادة الاندماج المالي، وبالتالي طبعا زي ارتفاع معدلات التوظيف والنمو الاقتصادي. طبعا هذا كله مرتبط، لأنه الشمول المالي الآن هو تقريبا محور الحديث في الاقتصاد، يعني عن الاقتصاد هو المحور الآن. خصوصا قبل يمكن أسبوعين صندوق النقد الدولي قدم قروض لموريتانيا لزيادة الشمول المالي، من الأهداف التي نص عليها صندوق النقد الدولي زيادة ودعم ورفع درجة الشمول المالي في البلد. فبالتالي الموضوع جدا مهم يعني، والمالية الإسلامية يمكن أن تلعب دور كبير في هذا الموضوع. شكرا على السؤال. شكرا دكتور خليفة. نعطي الكلمة للأخ لامين، تفضل. أم الخير، السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام، تفضل. بارك الله فيكم أساتذتنا الفضلاء. بالنسبة لي أنا أسأل الدكتور خليفة، ما هو تقييمكم للرقابة، يعني تقييمكم للرقابة على المؤسسات المالية الإسلامية في موريتانيا؟ شكرا. تفضل أحد الدكاترة الإجابة عن السؤال. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا الأمين. موضوع الرقابة كما هو معلوم، هناك نقص كبير في قضية القوانين الضابطة للمصرفية الإسلامية. فبالتالي الرقابة حقيقة موضوع يعني مؤرق
لأنه بدون رقابة لا يمكن عمل أي منجز أو عمل أي شيء يكون فيه مصلحة للاقتصاد الوطني يعني الموريتاني. فكما تحدثت الدكتورة فاطمة أنه من التحديات التي تواجه المالية الإسلامية وانتشارها في البلد يعني. وشكرا لكم على السؤال. لكن شكرا لكم. من هنا يطرح السؤال، أريد أن أضيف جوابا على ما قال الدكتورة محمد بخصوص الشرعية في موريتانيا. مع الأسف الشديد تقريبا لا توجد رقابة شرعية لدى البنوك الإسلامية. أولا لا توجد شفافية في التقارير تبين لنا من هم أعضاء هيئة الرقابة الشرعية، وحتى عندما قمنا بأسئلة مباشرة بعض البنوك يقولون بأنهم يكتفون بشخص واحد مراقب شرعي، والبعض يكتفي بفتوى لعلماء، وكل هذا ليس هيئة شرعية يمكن الوثوق فيها، لأن شخص واحد لا يمكن الوثوق به كهيئة شرعية لبنك متكامل. الهيئات الشرعية لابد أن يكون كما قال المجمع الفقه الإسلامي، لابد أن يكون أقل عددها 3 أشخاص، من بينهم متخصص عندهم شهادات أكاديمية في مجال الرقابة الشرعية وأيضا الفعاليات. دكتورة، وهذا أن أقوله. دكتورة فاطمة، هل يعني هذا الباب مفتوح للمؤسسات المصرفية الإسلامية في موريتانيا لاختيار الأعضاء ولاتخاذ الهيئة أو تغييبها؟ هذا ما فهمناه من كلامكم، صحيح؟ المشكلة عدم وجود قوانين منظمة لهذه البنوك الإسلامية. فالبنوك الإسلامية لا تدري ماذا تفعل وماذا ينبغي عليها أن تفعل، فهي في متاهة. هي مفروض عليها نفس القانون الذي يمشي على البنوك التقليدية، فلذلك يعني في ظرف صعب جدا، وذلك أدى إلى هشاشة المالية الإسلامية في موريتانيا وإفلاس بعض البنوك. فالبنوك ليست على دراية بماذا ينبغي عليها أن تفعل، تحتاج إلى طاقم بشري، تحتاج إلى هيئة إدارة شرعية لمراقبة منتجاتها، وتحتاج أيضا إلى تنويع المنتجات المالية المقدمة للمواطن. ومن هنا أستاذ يعني يطرح السؤال، لأنه ذكرتم أن عدد المؤسسات المالية الصغرى هو ربما أكثر من المصارف، هذا ما فهمته، فبالتالي كيف وهي تقدم أيضا منتج المرابحة، فكيف يمكن أن يعني تمييز بين هذين وإعطاء إطار من الموضوعية للمصارف الإسلامية مع وجود هذه المؤسسات الصغرى والتي أيضا تقدم، وربما هذا سيربك خاصة مع عدم وجود هيئات شرعية ورقابة شرعية كما ذكرت. المؤسسات تمويل الأصغر ليست كلها إسلامية، مؤسسات تمويل الأصغر ليست إسلامية، ومؤسسات التمويل الأصغر هي أخف في المنتجات، لأن فتح حساب في بنك غالي جدا وعنده مصاريف شهرية لابد أن يتم أخذها، بينما فتح حساب في مؤسسة تمويل أصغر يعتبر رخيص جدا، وحتى المبالغ التي يؤخذ عليها شهرية أخف من البنوك. فبعض الناس متوسط الدخل وقليل الدخل يفضلون أن يفتحوا في مؤسسات تمويل أصغر، تحاول أن تحفظ لهم أموالهم من باب فقط الادخار، بعض يشكو من عدم وجود تمويلات مالية، ولكن ما تساعد الناس من ناحية الادخار يمكنهم أن يدخروا فيها أكثر من يدخروا في البنوك الإسلامية. وأيضا لا يوجد قانون منظم لمؤسسات تمويل الأصغر الإسلامي دون غيرها، ولكن يوجد إطار منظم لمؤسسات تمويل الأصغر بشكل عام. شكرا دكتورة فاطمة، نعطي الكلمة لأم الخير.
مصطفى بشير. السلام عليكم. تفضلي تفضلي أم الخير. عليكم السلام، تفضلي. سؤالي حول هل فعلا البنوك الإسلامية الموريتانية لا تعمل بالربا؟ شكرا شكرا أم الخير. تفضل دكتور مصطفى أو دكتور خليفة. طيب، شكرا جزيلا على السؤال أم الخير. في الحقيقة المعاملات شكليا الظاهرية أنها تعمل وفق الشريعة الإسلامية، لأن العقود المنتشرة في موريتانيا في البنوك المصرفية الإسلامية، البنوك الموجودة، المصارف الموجودة، عقود مرابحة بشكلها الظاهري أنها إسلامية، تعمل وفق الشريعة الإسلامية. طبعا كما أشارت الدكتورة، هناك نقص كبير في الهيئات الشرعية التي تضبط هذا الأمر وتراقبه، وبالتالي من يمكن أن يحدد هل هذه المعاملة شرعية أو غير شرعية؟ الهيئة الشرعية الوحيدة المخولة بتحديد هل هذه المعاملة في حقيقتها شرعية أو غير شرعية. فبدون هذه الهيئات لا يمكن التأكد من شرعية هذه المعاملات، على الرغم من أنها ظاهريا موافقة للشريعة، طبعا إلا ما يعني وجد أنه غير موافق للشريعة في تطبيقه، طبعا هذا يشار إليه يعني، لكن ظاهرا هي وفق الشريعة، تعمل جميع المصارف الإسلامية الآن تعمل وفق الشريعة، رغم صعوبة رقابتها من طرف البنك المركزي بدون قانون يضبط هذه المصارف. شكرا، نسأل الله أن تكون موافقة للشريعة إن شاء الله. شكرا دكتور خليفة، ولكن مع الأمر الذي ذكرت دكتورة فاطمة من وجود يعني التورق المنظم، فهنا يحيلنا على أي مرجعية تستند هذه المؤسسات، سواء التمويل الصغير أو التمويل أو المصارف، هل لها مرجعية تنطلق منها؟ هل هو المذهب المالكي؟ هل هو أي مرجعية أخرى سواء الأيوفي أو كذا؟ أي منطلق للمرابحة أو غيرها؟ لأننا نتحدث عن جميع المنتجات سواء المرابحة أو غيرها. تفضلي دكتور. أنا حسب تصوري أنهم ينطلقون من المذهب المالكي، لأنه التورق المنظم تصور أنه في ماليزيا تم منع التعامل به قبل فترة، كان موجود كما تعلمون، لكن تم منع التعامل به. إذا الدكتورة فاطمة لديها إضافة. فهذا هو، الشبكة ضعيفة عند الدكتورة فاطمة، إذا نعم. ننتظر رجوعها. تفضلي دكتورة فاطمة. أهلا، شكرا لكم. مرجعيتهم بعض الفتوى من قبل فقهاء موريتانيين يعتمدون على المذهب المالكي طبعا، أو مرجعيتهم الشخص الذي يكون في الهيئة الشرعية، لأن بعض البنوك عندهم هيئة شرعية مكونة من شخص، ربما ذلك الشخص يستعمل أيضا المذهب المالكي أو مذهب الأوفي، لكن في معظم الأحيان هي فتاوي من قبل علماء موريتانيين. شكرا شكرا. مصطفى بشير تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام، تفضل. السؤال، هل البنوك الإسلامية يمكنها تحقيق أرباح من دون التورق والمرابحة؟ هل ستكون هناك لهم أرباح إذا لم يتعاملون بالتورق والمرابحة؟ هذا هو السؤال. شكرا 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 جزيلا على هذا السؤال الأستاذ مصطفى. طبعا طبعا تكون هناك أرباح، جميع المنتجات المالية الإسلامية يمكن أن تكون فيها أرباح. على سبيل المثال، منتج السلم، بيع السلم، يمكن أن تكون أن يعني يحقق المصرف الإسلامي أرباح من خلاله، هو دعم مزارعين برأس مال كما تعلمون مثلا، وبيع هذا المحصول بأرباح أكيد،
فبالتالي يمكن، لماذا يعني جميع المنتج، خصوصا في دول، في ماليزيا مثلا والبحرين والسودان والسعودية، هناك منتجات إسلامية متطورة. يعني المنتجات الإسلامية، نحن في موريتانيا الآن نستخدم فقط المنتجات الإسلامية التقليدية، المرابحة والسلم والمضاربة، لكن هناك منتجات إسلامية عديدة. يعني فبالتالي أكيد هناك معاملات إسلامية تدر أرباح على المصرف الإسلامي غير المرابح. شكرا على السؤال مستر. شكرا. محمد توزاني تفضل. لو سمحتم لي أن أضيف إجابة على ما قال الدكتور محمد. تفضلي دكتورة فاطمة. تفضل. المضاربة والمشاركة ينصحون مجامع الفقه الإسلامي، ينصحون بها البنوك الإسلامية لتطوير لإكثار الربح والتطوير أيضا من البنك، لأنهم يعتمدون على فيهم نسبة مخاطرة ولكن فيهم أرباح كثيرة، ولكن العزوف عنهم بسبب مخاطرهم. ولكن لو تجرأت البنوك على استخدام هذه المنتجات فربما تحصل على أرباح كبيرة بأضعاف أكثر مما تجده من المرابحة. شكرا دكتورة فاطمة. تفضل محمد التوزاني. السلام عليكم الأساتذة الكرام. مرحبا مرحبا تفضل. شكرا جزيلا لكم على كافة المعلومات القيمة. معكم أخوكم محمد توزاني من المغرب. حقيقة الموضوع جيد جدا. الأساتذة الأجلة يعني حقيقة، وأنتم ربما تتفقون معي، يعني ما يميز المالية الإسلامية أو البنوك الإسلامية من جهة هو الازدواجية الرقابية، وخاصة الرقابة الشرعية التي تحسنها من الوقوع في يعني في الشبهات وفي كل ما هو غير جائز شرعا. لكن على مستوى الأرض الواقع، مثلا حسب ما سمعنا من الأساتذة الأجلاء من موريتانيا، أنه هناك يعني تعدد، وهناك عدة صور، أو لكل بنك هيئة شرعية يعني مستقلة تختلف عن هيئات شرعية في بنوك أخرى المتكونة من فرد على يعني في الأقصى. وبالتالي يعني أليس من الأفضل أن تكون هناك هيئة شرعية موحدة ومتكونة من عدة أفراد؟ بالإضافة، هل يعني الرقابة الشرعية يعني حتى لو كانت عبارة عن هيئة، هل ذلك كافي؟ لأن الأصل ليس فقط القيام بإعطاء مثلا يعني إجازة لعقد محدد، سواء كان عبارة عن عقد مرابحة أو ما سواه، وإنما يجب أن يعني على البنوك أن يكون هناك هيئة للمواكبة وللمراقبة على المدى البعيد، يعني هيئة داخلية. وهنا الإشكال، فمثلا في القانون المغربي بالإضافة إلى المجلس العلمي الأعلى الذي هو عبارة عن مجلس مستقل، هناك ما يسمى بهيئات تدقيق تابعة للبنوك. لكن الإشكال هنا أن هذه الهيئات هي تابعة للبنوك حتى في يعني في أجرها، فهل يعقل أن تكون هناك هيئة تابعة لبنك محدد وتحصل على يعني راتبها منه، وتكون يعني في أداء مهامها يعني موضوعية، وتقوم بإعداد تقارير فيها نزاهة وفيها يعني حقيقة، يعني لا يصح أن يكون الحكم والخصم في شخص واحد. من جهة أخرى، الأساتذة الأجلاء بالنسبة للمالية الإسلامية، يعني أهم ما يميزها هو تعدد يعني عقودها، وهي متنوعة كما قال الأستاذ الكريم يعني قبل قليل، سواء عقد مرابحة أو عقد المشاركة أو المضاربة أو السلم أو المغارسة وغيره كثير. لكن على مستوى أرض الواقع وللأسف الشديد، يعني البنوك الإسلامية نراها فقط تتعامل بعقد المرابحة. لماذا؟ لأنه من جهة يعني هو فيه نوع من الأمان، لأن تأخذ يعني مختلف الضمانات التي تحميها من عدم الأداء في المستقبل، وليس فيه يعني نوع من ليس فيه نوع من المخاطرة، لأنه فيه ضمانات وفيه نوع من التوثيق، يعني هو تقريبا شبيه او قريب من العقود التقليديه المبنيه على الربا وعلى القروض. وشكرا جزيلا لكم الاساتذه الاجلاء. شكرا جزيلا لكم. من تعليق دكتور خليفه.
شكرا جزيلا، شكرا جزيلا أستاذ محمد تزاني على هذا التعليق، حقيقة كلام واقعي جدا، لأنه الهيئات الشرعية إذا كانت تابعة للمصرف الإسلامي هذا يكون فيه نوع من قد يكون فيه نوع من المحاباة للمصرف الإسلامي. لهذا السبب فعلا هناك حاجة ماسة لهيئة شرعية من البنك المركزي تكون هي المشرفة على باقي الهيئات الشرعية، إن لازم يعني أن تكون هناك هيئات شرعية في كل بنك في كل مصرف يعني. وبالتالي كلام فعلا واقعي. بالنسبة لحالة موريتانيا كما قلنا ينقصنا في البداية وضع قانون ضابط للمصرفية الإسلامية من طرف البنك المركزي. إذا لم يوجد هذا القانون الضابط للمصرفية الإسلامية لا يمكن أن يكون هناك هيئات شرعية مشرفة على المصارف الإسلامية، على عمل المصارف الإسلامية بالشفافية المطلوبة يعني. كما نلاحظ أيضا هناك بالنسبة للهيئات الشرعية حسب ما لاحظت في ماليزيا أنه هناك أيضا هيئات خاصة شرعية تقوم بالمراقبة على البنوك، مثلا أنت عارف في المصارف التقليدية أو المؤسسات التقليدية هناك يكون محاسب قانوني خارج عن المؤسسة، يكون معترف به من طرف الدولة، هو الذي يعمل مراجعة للوثائق المحاسبية في المصارف أو المؤسسات. يجب أن يكون أيضا هناك محاسب شرعي أو مراجع شرعي يكون من خارج المؤسسة، يكون معترف به من طرف الدولة فيكون هو المشرف كما أشار محمد توزان. هذا بما يخص موضوع الرقابة. شكرا، شكرا جدا. شكرا. أنا أعطي الكلمة لمحمد يوسف. محمد يوسف تفضل. هناك سؤال مكتوب أيها الأفاضل يعني متعلق ب هل يمكن تصور دور العلوم؟ تفضل تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام، تفضل. يعني جزاكم الله خيرا على هذه الندوة دكتور هشام، شكرا للطاقم الدكاترة الموجودين، بارك الله فيكم. سؤالي موجه للدكتورة فاطمة بخصوص التوجيهات التوصيات والنتائج اللي خرجت بها الدكتورة فاطمة. يعني هي توصيات يعني نجدها يعني مؤلمة بخصوص موريتانيا وما يحدث في موريتانيا، حيث أن المصارف والبنوك الإسلامية تأخذ الطابع الشكل الإسلامي في شكلها، لكن هي في مضمونها تقليدية كما ذكرت الدكتورة فاطمة. سؤالي لك يا دكتورة فاطمة، هل لو تم العمل بهذه التوصيات التي قمت وخرجت بها والنتائج، ما هي المدة أو الجدول الزمني المطلوب للقيام بإنشاء مصرف حقيقي إسلامي في موريتانيا؟ سؤال للدكتورة فاطمة. السؤال الآخر الثاني موجه للدكتور سيدي محمد جزاكم الله خير، هل الواقف في موريتانيا له مستقبل تنموي؟ أم النسيج الاجتماعي في موريتانيا والقبلي يؤثر على هذا المستقبل التنموي للوقف؟ شكرا جزيلا لكم. شكرا، شكرا محمد يوسف على هذا الإطراء. شكرا. لم أسمع السؤال موجه لي، هل يمكنه إعادته؟ ربما غادرنا الباحث. هو يسأل عن جدول الزمني المتوقع. تفضل تفضل محمد يوسف. أعتقد أنه سأل عن الزمنية الكافية لإنشاء نعم، إذا قيام بالتوصيات التي ذكرت دكتورة فاطمة. يقصد يعني ماذا تتوقعون بخصوص مستقبل حضور المالي الإسلامي بشكل قوي وفعلي؟ ما هي توقعاتكم الزمنية؟ على العموم مشكلة المصارف الإسلامية هي فقط مشكلة قانونية من طرف المركزي. الآن البنك المركزي تم أخذ القرار بإصدار قانون خاص بالمالية الإسلامية،
ولكن ما زال ينتظر مساعدين من عند هذا صندوق النقد الدولي لتطبيق هذه القوانين على أرض الواقع. أظن أن إذا تم تطبيق هذه القوانين على أرض الواقع فسوف تسرع عليها البنوك الإسلامية بصفة يعني بصفة منظمة، وبإذن الله لن تكون هناك أي إسلامية في موريتانيا. مشكلتنا فقط هو مشكلة القانون، يعني إذا تم الأخذ بعين الاعتبار لقوانين ضابطة للمالية الإسلامية فسوف تتحول هذه البنوك كلها إلى إسلامية 100% حسب القانون الذي وهل هذا يعني سيكون على المدى البعيد أم القريب أم المتوسط؟ هذا ما يقصد واحد. هذه مشكلة يعني إدارية ومشكلة دولة حكومة، يعني على حسب سرعة استجابة البنك المركزي لتطبيق هذه القوانين، ولكن بالتأكيد إذا طبقها وأرسلها للبنوك الإسلامية يمكن فيها من الطاقم البشري خبراء في المالية الإسلامية، وفيها الفقهاء أيضا الذين عندهم إلمام كبير بفقه المعاملات. فمش أظن أنه إذا تم فرضه على المصارف الإسلامية سوف فيمكنها تطبيقه بسرعة. شكرا. الكلمة سيدي محمد، تفضل. شكرا. بالنسبة للسؤال أعتقد أنه سأل عن الدور التنموي المستقبلي للوقف، وهل يمكن أن يكون المجتمع الموريتاني القبلي بطبيعته عائق أمامه؟ الجواب أن لا شك أن الوقف دور تنموي، لأن الوقف بطبيعته هو أنه ينقل، يجعل المنفعة مستمرة مع بقاء الأصل. يعني الوقف طبيعته أن تكون أن تستمر المعرفة، أن تستمر المنفعة لأطول فترة ممكنة مع المحافظة على الأصل، وهذا بحده شيء تنموي، وبالتالي يسهل أن يخلق الوقف التنمية في المجتمعات الكل. بالنسبة لخصوصية المجتمع الموريتاني، فالمجتمع الموريتاني وإن كان مجتمع قبلي، وبالتالي قبليته يمكن أن تجعل الوقف الأهلي، الوقف بين الأقارب، هو الأكثر انتشار، لكن المجتمع بطبيعته مجتمع يمكن أن نقول إنه مثقف ثقافة إسلامية، أو العلوم الشرعية والمعرفة الإسلامية عموما، المعرفة الإسلامية عموما مجتمع متطلع عليها ويعرفها، وبالتالي هو يعرف الوقف، ولا أعتقد أنه سيكون عائق أمام تطوره. فأخيرا مثلا هناك من رجال الأعمال من يوقف محلات تجارية، يبني محلات تجارية ويوقفها على معاهد كما قلنا. وهناك وحتى الدولة حين أرادت أن تطور المنظومة الوقفية، هناك الآن أرض شاسعة تبنى عليها محلات تجارية ومساكن شبه فندقية ستؤجر بشكل يومي، سيكون عائدها، ستكون حبس على الجامعة الإسلامية بالعيون، وسيكون عائدها على تلك الجامعة، فهي وقف على الجامعة. وبالتالي أعتقد أن إذا كان هناك إرادة حقيقية لدى مؤسسة الأوقاف في تطوير الوقف، أنه سيلعب دور تنموي كبير جدا في موريتانيا. شكرا سيدي محمد. نعطي الكلمة للأخ رشيد. رشيد أوغريس، تفضل. هناك سؤال آخر متعلق بإمكانية يعني قيام هيئة العدول
بالتتبع الشرعي لعملية البنوك المصرفية، ويقصد هنا أن تكون يعني بديلا لهذا الواقع الذي جليتم خصوصيته. من حيث مراجعة الشروط وضوابط المجلس العلمي الأعلى عند التطبيق، ومراعاة لرضا الزبون بالبنك، أيوة، يقصد الجانب الرقابة الشرعية. أظن السؤال واضح دكتورة فاطمة ودكتور خليفة. هو ماذا يقصد بهيئة العدول؟ هي شرعية. يعني العدول الشرعية، يعني العدول، هيئة العدول المكلفة ب توثيق الزواج وهذه، والعقود، عقود التوثيق وكذا. في موريتانيا لا أعتقد أن عندنا هيئة عدول هنا، هي مكلفة. شكرا. هل عندكم فكرة هو عن يقصد هيئة؟ يعني كبديل، يعني بديل لغياب هيئات كذا، يمكن أن يقوم بها أن تقوم بها هيئة العدول ما جامعة، وهو المتابعة الشرعية للبنوك الإسلامية. يعني نحن مشكلتنا ليس عدم وجود هيئات شرعية، نحن فقط مشكلتنا هو عدم فرضها في البنوك الإسلامية. إذا تم فرضها في البنوك الإسلامية فبالأكيد عندنا من الخبرات ما يمكن أن يكون هيئة شرعية للبنوك الإسلامية، ولكن لم يتم فرضها، فلذلك البنوك تعمل حسب هواها، يعني كل منها عنده نظامه الداخلي الذي يسير عليه. شكرا. الأخ رشيد السلام تفضل. عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. بداية يعني أشكر الدكاترة الأجلاء على هذه يعني هذه العروض القيمة. وبينكم الطالب رشيد أغريس، يعني طالب بالماستر المالي المذهب المالكي والمالية الإسلامية. هناك بعض التساؤلات المطروحة، هو أن هناك نوع من يعني على مستوى المنتوجات المالية، يعني المنتوجات الإسلامية الآن المطروحة هي كثيرة جدا، ولكن 99% وضع في مجمد، بقية المرابحة للآمر بالشراء هي التي تعتمدها جميع المصارف، سواء التشاركية هنا في المغرب أو في جميع الدول يعني الإسلامية. السؤال المطروح هو كيف يمكن يعني أن نخرج هذه المنتوجات كلها من يعني من هذا المجمد، و يعني يعني استعمالها في هذه البنوك. هذا السؤال الأول. يعني ربما كما قلتم في يعني في المحاضرة أن جميع الأبناك هي لها أصل ربوي، يعني لابد يعني كما نقول ليس هناك دافع، يعني دافع أخلاقي أو قيمي أو إسلامي لهذه الأبناك لكي تعتمد هذه المنتوجات، فهدفها هو يعني إسكات بعض الأفواه التي يعني تصرخ هنا أو هناك بهذه المنتوجات، يعني المرابحة للآمر في الشراء، فهي بالنسبة لهم معاملة مضمونة. السؤال المطروح مثلا في الوقف، هل يمكن مؤسسة الوقف أن تنتج مثلا يعني واحد المؤسسة التي يمكن أن تكون مؤسسة استثمارية تعتمد هذه المنتوجات؟ كذلك مؤسسة الزكاة، هل يمكن أن تكون هي البداية لي يعني خلق واحد مؤسسة استثمارية تعتمد هذه المنتوجات؟ وكذلك هل هناك يعني توجه عام عند يعني عند الناس من أجل الضغط على هذه الحكومات أو هذه الأبناك وعدم اللجوء إلى الربا؟ إذا الإشكال هنا مطروح، الإشكال ليس في المنتوجات أو الهندسة مثلا المالية، ولكن الإشكال موجود في يعني في الشارع، موجود في الإرادة السياسية، هذه كلها مجتمعة، ربما يمكن أن تحيي هذا المشروع وتجعله متقدما، لأن موريتانيا كما نعلم هي سباقة لهذه المسألة بالنسبة للمغرب. المغرب لم يبدأ إلا في يعني في 2014 بعض المعاملات مثلا، ثم 2017 يعني سن قانون مثلا قانون ديال الأبناك التشاركية، وموريتانيا منذ 85 منذ بنك يعني مصرف البركة إلى يومنا هذا تجربة فاشلة، في المغرب كذلك تؤول إلى الفشل. يعني النتيجة هي أولا يجب الضغط، يعني إرجاع الناس إلى دينهم من أجل الضغط، لأن هذه المعاملات هي معاملات مسألة تعبدية وليست مسألة فقط يعني غير مالية فقط. إذا هذه التساؤلات هي المطروحة الآن، أين هو الحل؟ أين هو الحل؟ وشكرا.
شكرا جزيلا أخ رشيد، ويظهر بأن السؤال فيه العديد من التداخلات الإشكالية، وحقيقة هي تداخلات أيضا مربكة وبعيدة. حقيقة نرى بأنها بعيدة نوعا ما عن التصور الحقيقي سواء المالية الإسلامية في سياقها الدولي أو في سياق التجارب التي بسطها الإخوة، خاصة لما ذكرتم بأن لها أصل ربوي وكذا وكذا. وأحيل الكلمة لكم لكي لا أستحوذ على الكلمة على المداخلة، تفضلوا. السلام عليكم. طبعا شكرا على المداخلة القيمة. حقيقة فيما يخص المنتجات المالية الإسلامية وطريقة تطبيقها، لأنه أغلب المصارف الإسلامية يستخدمون المرابحة، هذه حقيقة واقعة، يعني حقيقة واقعة، لأنه المصارف الإسلامية أغلبها يبحث عن الربح. طريقة حل هذه المشكلة لزيادة استخدام المنتجات الأخرى ربما تأتي من طرف الهيئات الرقابية المشرفة، يعني البنك المركزي والهيئات المشرفة، ربما تعمل يعني محفزات أو ضمانات للمصارف الإسلامية لكي تدخل في معاملات منتجات غير المرابحة. لأنه غالبا المصارف الإسلامية الموجودة الآن بشكلها الحالي تبحث عن المرابحة بسبب أنه الخطر قليل في هذا المنتج، تتجنب المنتجات الأخرى لتتجنب الخسائر والمخاطر. فبالتالي الحل يكمن في إرادة البنك المركزي على خلق يعني هيئة من يعني على خلق بيئة مناسبة للمصارف الإسلامية. أرجع وأقول إنه في ماليزيا مثلا الآن يعملون بنظام في بتقريبا جيال سيستم لنظامين مختلفين، نظام إسلامي له قوانينه الخاصة ونظام تقليدي له قوانينه الخاصة. إحنا بالإمكان أن نعمل نفس الحالة، لأنه في الحقيقة والواقع المفترض أن نقول أنه نعمل بشكل إسلامي 100%، لكن هذا ليس كلام واقعي. يجب أن ننتقل بخطوة خطوة حتى نصل إلى تطبيق صار إسلامي. جيد، أنا دخلت معكم هاشم، استمعت لكم، معكم محمد الباحث الاقتصادي، حديثكم عليه حديث تمام. مرجو انتظار إلى أن يكمل الدكتور خليفة. دكتور، استمعت لكم، هل يستمع لي الدكتور؟ واصل الدكتور كلمتك وواصل أنا أدخل هاشم. دقيقة دقيقة، من تفضل تفضل، شكرا لكم، أكملت أنا أكملت، شكرا لكم، تفضل. لكم الكلمة الدكتورة فاطمة أو سيدي محمد دكتور مصطفى، بخصوص التعليق على حقيقة السؤال المتداخل الذي أربكت يعني وجلت الإرباك في تصور كما قلنا المالية الإسلامية في مختلف تجلياتها على المستوى التشريعي أو التنظيمي. وهذا حقيقة يعني يؤسس إلى ما نحن بصدده، وهو التوعية والتحسيس في مجال المالية الإسلامية. ومعذرة لهذا المتدخل، لأنني حقيقة يعني علقت على سؤاله بهذا الشكل. دكتورة فاطمة. صحيح، هو السؤال هو فعلا في منتهى القيمة، يعني سؤال مهم جدا ومطروح، وهو هدفنا في الواقع ما هو الحلول. يعني الهدف من المراكز البحوثية، من التوصيات مراكز البحوث، لأن البحوث هي التي تسلط الضوء على أهمية المنتجات ومدى فاعليتها. فلا بد من مثل هذه الندوات مثلا، ونشر مقالات والمؤتمرات الدولية وحضورها من قبل العاملين في المؤسسات الإسلامية. فالعاملين الذين هم في مجال هذه المجال الاندستري لهذه المؤسسات هم الذين يقدرون أن يغيروا واقعها. والواقع فعلا مرير ويحتاج إلى تغيير، ولكن يحتاج أيضا إلى تضافر الجهود من قبل الباحثين بتسليط الضوء حول أهمية المنتجات، ومن قبل أيضا العاملين في هذه المؤسسات، لأن هذه الندوات ينبغي حضورها من طرف العاملين أيضا وأصحاب القرار في المؤسسات المالية الإسلامية، حتى يستفيدوا من قيمة هذه المنتجات ويسمعوا بمنتجات جديدة لم يكونوا على دراية بها. فبعض المستثمرين هم مستعدون على أن يستثمروا في
متوجهات حتى ولو كانت ذات خطر أكبر، ولكن بمقابل ربح أكبر. يعني بعض الناس عند لا مانع عندهم أن يشاركوا في المضاربة أو المشاركة في بعض المنتجات، ولكن إذا تم إقناعهم بأهميتها وبجدوائيتها أيضاً، فلا بد من مثل هذه الورشات التأسيسية المالية الإسلامية. وشكراً لكم. يمكن الدكتور سيد محمد أن يضيف بخصوص أيضاً مؤسسة الوقف التي أشار لها السائل. بخصوص مؤسسة الوقف، هو طلب من وهو طلب يمكن أن يكون في شيء من الطوباوية نوعا ما، ولكنه في النهاية نحن نريد لمنظومة المالية الإسلامية والاقتصاد الإسلامي، أو في الغالب أن الدارسين لها يريدون لها أن تحتل الواقع وأن يكون العمل بها، وإن كان الواقع خلاف ذلك كما قال الدكتور خليفة، فلا بد في هذه الأشياء من التدرج وأن نسير خطوة خطوة حتى نصل. فإذا طلبنا مؤسسة الأوقاف بأنها تقوم باستثمارات انطلاقا من المنتجات المالية الإسلامية، أعتقد أن طبيعة الوقف مخالفة لذلك، لأن الأوقاف مثلا إذا كانت مثلا محلات تجارية أو أشياء لها دخل مادي، فهذا الدخل في حد ذاته هو 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 الوقف، هو هي المنفعة، وبالتالي هو وقف ويذهب إلى الأشياء التي وقف عليها. في الغالب أنه يوقف مثلا على مراكز للتدريس أو على مساجد ترمم به هذه المساجد ويتم تأثيثها به، أو يكون وقف على فقراء ومساكين يذهب إليهم، وبالتالي تلك المنفعة مستهلكة بطبيعتها. فلا تقبل أن مثلا أن توجه إلى عقد من عقود المنتجات المالية الإسلامية كالسلمي مثلا أو كالمشاركة أو المضاربة، وإن كان الوقف الطويل المدى يمكن أن يكيف فيه أو تحصل فيه شركة مضاربة، تكون الجهة يكون ناظر الوقف هو الممول، ويضارب مع جهة أخرى تتولى العمل في المال حتى يستثمر ويتم ربحه. ولكن الصورة الحالية التي عليها مؤسسة الأوقاف، لا أعتقد أنه يوجد من الأوقاف، يمكن لاحقا إذا تمت وفرة في الأوقاف وصار هناك رأس مال كبير لدى المؤسسة، ممكن أن نلجأ إلى هذا الحل وأن نستثمر في منتجات وعقود في المالية الإسلامية. شكرا سيدي. أتمنى أن أكون أجبت على الدكتور محمد المجرد. شايل الصوت يعني التحق بنا الدكتور محمد متأخرا. معك أنا سامعك، معك أنا كنت ننتظر ينتهي الدكتور خليفة وينتهي سيدي محمد الدكتور المقيم الآن في تونس. لن نظرا للدكتور محمد معذرة، أنا الباحث الاقتصادي محمد، الباحث الاقتصادي إن شاء الله دكتور في مرحلة الدكتوراه إن شاء الله مستمر. كنت اليوم الحاضر دكتور محمد، نعطيك كلمة في 5 دقائق تجمل فيها التجربة المالية الموريتانية، لأننا يعني شاركنا على إنهاء اللقاء ونظرا لتعذر التحاقكم في الوقت المناسب، فالمرجو عدم تجاوز 5 دقائق. بارك الله فيك. نظرا لتحديات المالية الإسلامية في موريتانيا كثيرة والتي تواجهنا فيها، أن المالية الإسلامية منذ نشأة البنك البركة الإسلامي وتحويل البنك البركة إلى البنك الوفاء وخروج الداعمين من الخارج، وكان أول الداعمين هو البنك البركة الإسلامي، وظهور البنك الوفاء الإسلامي هي أول تجربة، تقريبا تجربة موريتانية،
وظهور بنوك إسلامية أخرى جديدة بمميزات ومنتجات إسلامية جديدة أيضا ذات طابع اقتصادي تقليدي. وتجد في البنوك الإسلامية أيضا البنوك الإسلامية التي تعطي منتجات إسلامية ذات طابع مفيد، ولكنها تستخدم بعض المرابحة. لا أعرف كانها مرابحة حسنة، وأنا لست مختصا في نظام الاقتصاد الإسلامي. ربما اليوم كنت أحضر للمادة في المعهد العالي والبحوث الإسلامي تدريسها حول النقود والمال والبنوك في الاقتصاد الإسلامي، لكنني وأنا عضو في اسمها وحدة البحث حول الاقتصاد والنمو، الاقتصاد الكلي والنمو والتنمية في جامعة نواكشوط. بالنسبة لهنا في وكباحث أنا اقتصادي ومنسق اتحاد المفكرين، أخبركم أن في 2016 البنوك 16 بنك حسب إحصائية البنك المركزي الموريتاني، في تلك الإحصائية في 2017 كانت هي قمة إنجاز البنوك الإسلامية في موريتانيا، حيث ظهرت بنوك كانت تحاول منافسة بعضها البعض، منها البنك الشعبي. نذكر البنوك البنك الشعبي مثال. البنك الشعبي دخل خدمة بنكين، وهذه الخدمة خدمة تجارية إلكترونيكية، ولكن دخل معها النظام وخدمات إسلامية. هناك في البنك البنوك الأخرى كيت البنك أدخل النوافذ الإسلامية. أنا اللي يدخل الإشكال أن البنوك التقليدية تضع النوافذ. هل هذه النوافذ عندما تضع النوافذ التجارية ذات طابع تقليدي تضع معها نوافذ ذات طابع إسلامي؟ هذا طبيعي، هذا ما يحبه هي الآن تخدم الزبون من أجل أن توفر جميع النوافذ حتى يكون الزبون مرتاح. هذه نقطة إيجابية، ولكنها لا تتوافق مع الرؤية الإسلامية. ذيك نقطة أخرى موجودة، لكن نحن نبحث عن في موريتانيا أن تكون البنوك الإسلامية مراقبة بشكل كامل من البنك المركزي. البنك المركزي له استخدامات بنوك على طريقة النظام التقليدي، ليس نحن هون في موريتانيا. هذه نقطة أخرى مالي تواجه البنوك الإسلامية، معنى أن نحن ضارك لتحدي. حتى عندما كنت أحضر رسالتي وناقشتها بالسياسة النقدية وأظهر على النمو الاقتصادي دراسة حالة موريتانيا من 5/8 إلى 2019، لاحظت خلال كان في السياسة النقدية لاحظت أن البنك المركزي يخوض تجربة أن تكون البنوك الإسلامية في يريدها أن تكون مناسبة في موريتانيا، تعطي منتجات، تقدم منتجات ويشعر بها الزبون عن طريق المراقبة والمداومة، ربما أن تكون غير مباشرة. أما بالنسبة حتى يجيز الوقت التجاوز على ذلك كما أشرت لي هاشم، أشكر الإخوان استمعت لهم تحدثوا عن الوقف، ولدي كنت مشاركا في الوقف الإسلامي 2016. الوقف الإسلامي ربما قد قدم فيه الأخ سيدي محمد، سمعت متقطعا، واجهت نيار كنت هم قدم محاضرة على العرض، ولكن أعطاني هو 5 دقائق، لكنني أريد أن أتجاوز ذلك النقطة. كنت أريد أن أقدم شيء مفيد لكم وتستفيدوا جميعا، ولكن تعطل عندي زوم. أنا أستخدم الآن هاتفين، هاتف دكتور وهاتف شخص آخر، هاتفي تعطل، أنا أستخدمه والكمبيوتر كل شيء، لا أعرف الأسباب. ربما هنا موريتانيا عندما تقدم حتى خدمات وطنية يشعر البعض أنك تقدم شيئا آخر. العنوان جعلني أن أنتم وضعتم العنوان الخصوصيات المالية الإسلامية، الخصوصيات والتحديات، وأنا ذيك كان تعليق عليها وتعقيبا جعلتها تحديات وتحديات وتطلعات المستقبل كما أشرتها لي في المستقبل وذكرتها لي. بالنسبة لهذا الموضوع هام، وأنا أشكرك، سأكون أكون لكم معكم ضيفا إن شاء الله في هذا حول المالية الإسلامية.
ومالية الإسلامية مهمة تطبيقها حقيقة على أرض الواقع. من البنوك الإسلامية البنك التركي، نسيت عنه، البنك التركي الإسلامي، والبنك حتى أذكر البنك بما أني ذكرت البنوك حتى لا يكون ذلك تأثيرا على البنوك كما أعرفهم جيدا هنا موريتانيا. منها البنك التركي الإسلامي حتى أذكر، منها البنك الوفاء الإسلامي، منها البنك هناك نافية إسلامية، بنك اسمه تجاري بنك عنده نافية إسلامية، حتى بنك اسمه ورا بنك عنده نافية إسلامية، حتى أذكر لك الجميع يذكرهم الإخوة استمعت لهم متقطعا. البنوك الإسلامي موجود بنك الإبداع، نسيت عن البنك الإبداع، كنت أريد أن أعطيكم فكرة حول البنك الإبداع التي يستخدمها حوله. بنك الإبداع هو بنك مسؤول من فرعه الأصلي من السودان، ولكن فرعه موجودة في موريتانيا. بنك الإبداع لديه فكرة حول البنوك الإسلامية جيدة، لا أرى أحد يعترض عليها تقريبا. هناك ضم البنك الشعبي الإسلامي، وضم بنك هكذا ذكرتهم جميعا، وبنوا نوافذ البنك البي ام سي جميعا هذا، وتوف ضم كان بنك موريتانيا الجديد يقدم نوافذ إسلامية ويقدم طريقة الإسلامية، ولكنه على الآن على وشك الفلاس. قد قرر البنك المركزي الآن حسب معلوماتي أنه البنك المركزي الموريتاني أن يكون هو المشرف عليه في إطار ما فات تم إعلان عنه بشكل رسمي. هذه مجرد معلومات وتكوينات حسب ما لأن هناك لجنة تم إرسالها لها، لكن في غضون 15 يوم سيتم ذلك. البنك الموريتاني استخدم فكرة المنتجات الإسلامية حتى أمامي، ولكنه الآن على وشك الفلاس. ليست العلة في المالية الإسلامية، وإنما العلة في الطريقة التي استخدم بها المنتجات الإسلامية. لم يجد الرقابة الكافية. شكراً دكتور محمد على هذه التفصيلات. هنا نحن نلاحظ أن المصرف المتقدم ما شاء الله في موريتانيا، نقولها بجدية وصراحة، وفيها النظام الرقمي بشكل جيد ممتاز. نظام الرقمي البنوك جيد وممتاز، ربما نظام الرقمي نحن في الانترنت ضعيف. شكرا واصل. تابع هاشم، الأستاذ هاشم ومدير المركز، أشكرك. شكرا. وأشكر فاطمة. إذا نكتفي بهذا القدر، ونشكركم جزيل الشكر على هذا اللقاء العلمي القيم، والذي حقيقة جلى وعرف الباحثين والمتخصصين والمهتمين المالية الإسلامية عامة بالخصوصيات التنظيمية والتشريعية التي تميز التجربة المالية في موريتانيا الشقيقة. ونؤكد من خلال هذا اللقاء على ضرورة إعادة أو على ضرورة إكمال تأسيس التنظيمي والتشريعي لهذه التجربة، لتكون إن شاء الله تعالى رائدة ومتألقة ومواكبة لما عليه التجارب المقارنة. لكم منا جزيل الشكر أيها السادة الأفاضل، ولكل منكم دقيقة ختامية يختم بهذا اللقاء مشكورا. إذا نبدأ مع الدكتور سيدي محمد، تفضل. شكرا جزيلا أستاذنا السيد المدير هاشم، وأشكر الدكاترة، ونتمنى أن نقوم بندوة ميدانية أو يوم دراسي على أرض الواقع إن شاء الله في موريتانيا، ينظمه الفرع في موريتانيا. وشكرا، والسلام عليكم. شكرا جزيلا سيد محمد. لكم الكلمة دكتور محمد. الباحث محمد. إن شاء الله دكتور. دكتور هذا لست أنت هاشم، من يطلق لي دائما الدكتور، الجميع يطلق علي هنا وفي الدول. الحمد لله، ولكن إن شاء الله تكون فيها الخير إن شاء الله. بالنسبة لأشكركم جميعا، أشكر الأستاذ سيد هاشم الأخ من مركز الاقتصادي التشاركي، مركز المقاربة الاقتصادي التشاركي في مدينة أكادير التي كنت فيها 2009 وفي المملكة المغربية. وأشكر الدكتور المقيم الآن مؤقتا، وبارك له على نقاش رسالة الدكتور سيد محمد. سيد محمد
المصطفى، وأشكر الدكتورة فاطمة أستاذة في جامعة نواكشوط وكلية الاقتصاد، وأشكر الأستاذ خليفة أستاذ في جامعة نواكشوط الدكتور خليفة، وباسمي واسم الجميع هذه كنت أريد أن أكون موجودا معكم في بداية هذه الندوة. إن شاء الله يكون لنا لقاء يجمعنا إن شاء الله، وأتمنى أن يكون راني أتمنى أن يكون هناك لقاء آخر هنا في موريتانيا أو عندكم بشكل على الأرض أو عن بعد، وأنا أقترح عليكم ندوة إن شاء الله معكم في المركز، أستضيف في هذه الضيوف قادمة إن شاء الله عن بعد عن طريق الاتحاد المفكرين أو عن طريق اتحاد آخر أو نادي المحللين الاقتصاديين إن شاء الله. أتمنى لكم التوفيق. نرحب باقتراحاتكم سيدي محمد ولا محمد الحاج أحمد، مرحبا بكم. لكم الكلمة دكتورة فاطمة، بارك الله فيك. أهلا وسهلا. في الختام لا يسعنا إلا أن نشكر المركز المغربي للاقتصاد والتشارك على هذه الندوة القيمة التي من خلالها تم تسليط الضوء على التحديات والصعوبات التي تواجهها المالية الإسلامية في موريتانيا، كما أشكر الباحثين الذين قاموا بعروض شافية وكافية في مواضيع مختلفة حول المالية الإسلامية في موريتانيا، وشكرا لكم ونتمنى أن تكون لنا لقاءات أخرى. شكرا جزيلا. شكرا مرحبا بكم. دكتور خليفة تفضل. شكرا جزيلا. في البداية أود أن أشكر الأستاذ هشام رئيس المركز المغربي للاقتصاد التشاركي، وأشكر القائمين على هذا المركز لأن هذه الندوات العلمية حقيقة مفيدة جدا جدا للباحثين وطلاب العلم، فجزاكم الله عنا خير الجزاء. كما أشكر الدكاترة والأساتذة على ما قدموه من مشاركات قيمة جدا، وأتمنى أن تتكرر هذه الاجتماعات والندوات العلمية إن شاء الله. وآخر يعني كلمة أريد أن أقولها أنه الاقتصاد الإسلامي سيكون له دور كبير في موريتانيا والدول دول المنطقة، فأوصي جميع اللجان والهيئات التنظيمية يعني المالية في البلد أن يهتموا بموضوع الاقتصاد الإسلامي لأنه سيكون هو الحل إن شاء الله. وشكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا دكتور خليفة، وتشرفنا بكم أيها الأفاضل وسعدنا بلقائكم اليوم، ونرجو من الله تعالى أن يتقبل منكم هذا العرض القيم الذي يعني استفدنا منه كثيرا، ونسأل الله تعالى أن يبارك لكم في علمكم وأن يرفع قدركم إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.